بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن ماهر همام نجم مصر والنادي الأهلي السابق ضيفا على البيت الكبير. أما في الفقرة الثانية الثنائي كريم سعيد وأحمد ثابت وكلام مهم جدا وإحصائيات رقمية فيما يخص النادي الأهلي وما يحدث في كرة القدم المصرية. زي ما قلت لحضراتكم خلال اليومين اللي فاتوا أغلقنا ملف مباراة نادي الزمالك اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وارتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 45. هتقول لي يا عم اسلام هو الماتش اتلعب؟ هقول لك لا، ولكن هي مباراة انسحب واعتذر عن التواجد فيها نادي الزمالك، وبالتالي بناء على خطاب من رابطة الأندية المحترفة احتسبت هذه المباراة فوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء وثلاثة نقاط بتضاف على رصيد النادي الأهلي. خلاص قفلنا هذه القصة تماما. النهاردة بقى هنبدأ الاستعدادات لمباراة فاركو اللي هي يوم الجمعة المقبل. النهاردة الأهلي لعب نفسه بالمناسبة في تراي ماتش كده ما بين اللاعبين بينهم وبين بعض. احنا دايما كده نقولها ايه، الأهلي لعب نفسه، لكن ده كان في إطار الاستعدادات الهامة جدا لمباراة نادي إن شاء الله الأهلي أمام فاركو اللي بيحاول فيها النادي الأهلي مواصلة الانتصارات. فريق فاركو في المباراة الأخيرة حقق انتصار مهم على فريق كبير زي نادي الاتحاد السكندري وقدر إن هو يصل للنقطة 25. زي ما حضراتكم عارفين هناك صراع شرس على من يستطيع التواجد الفترة القادمة أو في الفترة في 7-8 مباريات القادمة في الدوري الممتاز، ومنافسة قوية جدا جدا وشرسة جدا في القاع زي ما هي منافسة قوية جدا في المقدمة. زي ما قلت الفريق واصل تحضيراته لمباراة فاركو، ومارسيل كولر زي ما قلت برضو في بداية كلامي عمل تراي ماتش ما بين اللاعبين بينهم وبين بعض، يعني الأهلي لاعب نفسه بتلبس واحد فريق بيلبس قميص أصفر والفريق التاني بيلبس قميص أخضر وبيلعبوا بعض في حضور طاقم تحكيمي. طاقم تحكيمي ده ممكن يكون حد من مجموعة اللاعبين أو مجموعة المدربين اللي موجودين. فمباراة تراي ماتش ما بين الاتنين لعيبة أو ما بين فريقين داخل النادي الأهلي، وبقية اللاعبين بيواصلوا برنامجهم، سواء عمر كمال اللي بيواصل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن برنامج يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي. اللي جاي في النادي الأهلي فترة مهمة وصعبة جدا جدا جدا. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ أنا بقول لحضراتكم هذا الكلام لأنه وكل يوم هتسمعوا مني هذا الكلام، لأنه هذه الفترة هي فترة هامة، فترة لا نريد فيها الكلام عن أي حد ياخد اللعيبة أو ياخد دماغ اللعيبة أو ياخد تركيز اللعيبة ويروح بيها لماتش تأجل، ماتش تعاد، ماتش مش عارف إيه، كلام من هذا القبيل أنا شخصيا ما بحبش أتكلم فيه ولا لي علاقة بيه. أنا كل اللي يهمني إن أنا كان عندي مباريات الأربع خمس مباريات الأخيرة قدرت أكسبهم في الأربع مباريات الأخيرة تحديدا 12 نقطة من أربع مباريات، وبالتالي أنا عايز أكمل، أنا عايز أخد الدوري، انا بلعب ان انا باخد الدوري. خلي بال حضرتك نفس فكره بيراميدز اللي عملها ان هو جري ووصل للنقطه 62، وانا هنا لا الوم بيراميدز لانه بيراميدز خرج من البطوله الافريقيه ولعب في الدوري فكان بيلعب مبارياته وبيكسب كل المباريات سواء كان بمجهوده الشخصي او قد يكون هناك اخطاء تحكيميه في بعض المباريات اللي احنا شرحناها لحضراتكم خلال الفتره الاخيره، ولكن الواقع اللي قدامي دلوقتي ان بيراميدز على قمه الدوري برصيد 62 نقطه والنادي الاهلي هو اللي بيلي بيراميدز، واحنا اللي عندنا المشكله او احنا اللي عندنا الضغط. فمحدش ينظر ل انا خلاص بيراميدز وصل لنقطه 62، محدش يقول لي اصله بيراميدز هيعيد ماتش ولا لا، فيش الكلام ده. انا بنظر لحاجه واحده بس، ازاي انا كنادي اهلي اكسب مبارياتي خلال الفتره القادمه. انا ماليش علاقه باي حد ولا لي علاقه اليومين ثلاثه اللي فاتوا وما كان يحدث خلال الفتره اللي فاتت، ولا لي علاقه باللي بيحصل في الفتره اللي جايه. انا كنادي اهلي
لا انظر لمثل هذه، من المفترض ان انا لا انظر لمثل هذه الامور، وانا بقول لحضرتك ان النادي الاهلي ليس له علاقه من قريب او من بعيد باي حاجه، ولا شاغلين نفسنا باللي بيحصل، ولا هشغل نفسي، ولا هنظر لورايا، عمرها ما هتحصل، هفضل مكمل في طريقي. وده اللي انا بطلبه من جمهور النادي الاهلي، من فضل حضراتكم نلتف خلف الفريق او نلتف حول الفريق خلال هذه الفتره، نقف في ظهر كل واحد حتى الوحش، حتى اصل هو مش عايز يبقى وحش، هو عليه ضغط وعليه مجهود بدني ومجهود ذهني ومجهود كبير جدا، كان بيتعمل في فتره طويله جدا مباريات متتاليه، ودلوقتي بعد راحه خدت خمس ست مباريات، وبعدين الحمد لله ربنا كرمنا امبارح او النهارده بثلاث نقاط مهمه وما لعبتش المباراه. هو هي دي الحاجه الوحيده اللي تقدر كلاعب تشم فيها نفسك، لكن اللي جاي في شهر ونص يمكن اقل 45 يوم او 46 يوم هتلعب 15 16 مباراه. يعني كل ثلاث ايام مباراه، هتحتاج ال 30 لعيب. ممكن يبقى فيهم اللي جاهز، ممكن يبقى فيهم اللي مركز، ممكن ما يبقاش فيهم اللي مركز. احنا كجمهور النادي الاهلي وكاعلام النادي الاهلي نقف في ظهر لعيبتنا، واللي مش مركز نخليه يركز، واللي مش كويس نخليه كويس. لانه احنا عندك 30 لعيب هم افضل اللاعبين موجودين في مصر، وفي وجهه نظري في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا. هي مش وجهه نظر بالمناسبه، لانه انت بطل دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله ربنا يكرمك بالدوري. يبقى هذا الجيل من اللاعبين عمل شغل رائع جدا جدا. وانا هنا رسالتي للعيبه، اللي جاي صعب، دوس على نفسك شويه، مش لازم تروح تتفسح. انا عارف انا الحمد لله كنت في يوم من الايام في هذه المكانه، عارف ان الواحد بيبقى نفسه ينزل يتفسح، نفسه يشم نفسه، نفسه ياخد مراته وولاده ويسافر اي مكان، او يروح يشوف مامته، يروح يشوف باباه. الواحد لعيب الكوره يا جماعه مش آلة، ولكن دوسوا على نفسكم الشهر ونص دول، دوسوا على نفسكم. احنا 30 واحد او 30 لعيب و70 80 مليون اهلاوي مستنيين فرحه. هتقول لي ما احنا ليه؟ هقول لك انسى كاس دوري ابطال افريقيا، خلاص الكاس بقى في الدولاب، الكاس بقى في الدولاب. احنا دلوقتي بنبص على الدوري العام المصري، وزي ما قلت لكم اليومين ثلاثه اللي فاتوا، كل اللي بيحصل ده والله ولا في دماغ اللعيبه، عشان تبقوا حضراتكم بس عارفين. مش عايزين نشغل دماغنا ونشغل دماغ لاعبتنا بحاجات ملناش علاقه بيها اساسا. انا ماليش علاقه الزمالك لعب ولا ما لعبش، ماليش علاقه بيراميدز هيعيد، ماليش علاقه بالكلام ده خالص. انا في طريقي، انا في ماشي في طريقي، ماليش اي علاقه باللي بيحصل ده كله. واحنا كجمهور 80 مليون اهلاوي في ظهركم، لكل اللاعبين، كل جمهور النادي الاهلي واقف معاك وبيقول لك احنا سعداء جدا باللي فاتوا او بالبطولات اللي فاتت، ولكن احنا عايزين ناخد الدوري، وعايزين ناخد الكاس، وعايزين نلعب في الانتر كونتيننتال ونوصل النهائي. هو ده تفكير الجمهور النادي الاهلي. بالمناسبه كل الناس اللي بتكلمني بيقولوا لي مثل هذه الامور، يا كابتن احنا عايزين اللي بعد كده ايه؟ والله ما حد بيقول لي دوري ابطال افريقيا ولا لا لا لا، خلاص احنا الدوري والمش. هذه هي طبيعه جمهور النادي الاهلي، هي اللي بتدفع اللاعبين دائما ان هم عايزين يكسبوا كل الماتشات. الحمد لله والشكر لله عندنا مجلس اداره محترم برئاسه كابتن محمود الخطيب واقف في ظهر كل اللاعبين وفي كل الالعاب بالمناسبه. وان شاء الله قريب نعمل لحضراتكم كشف حساب لألعاب الصالات السنة دي، عاملين حاجة رائعة جدا يعني باستثناء السلة شوية، لكن الأمور وهنتكلم في كل هذه الأمور في وقتها. ولكن دلوقتي احنا كلنا في ظهر فريق الكورة، عندنا شهر ونص صعبين جدا 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 جدا. كولر من ناحيته أكيد بيقوم بتحضيرات مهمة لهذه المواجهة، المواجهة اللي جاية مواجهة مهمة ومواجهة صعبة. نتمنى انه تبقى كل اللعيبه مركزه، وتبقى كل اللعيبه نسيت اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت، وانا متاكد من ده. ونركز في مباراه يوم الجمعه القادم اللي هي مباراه بثلاثه نقاط تخليك ماشي في طريقك ان شاء الله
للعوده لصداره الدوري الممتاز. ولسه بنتكلم عن مباراه الاهلي وفاركو، ولو شفنا تاريخ المواجهات الفريقين هتلاقي تفوق اهلاوي في سجل المواجهات ما بين الفريقين. الفريقين تقابلوا 5 مواجهات، الاهلي فاز في 4 وتعادل النادي الاهلي في مباراه وحيده. خلينا النهارده الحقيقه كمان رابطه الانديه اعلنت مواعيد المباريات المؤجله في الدوري ومواعيد ال4 جولات الاخيره من جدول الدوري. هنستعرضها مع حضراتكم، مواعيد المباريات لنهايه الموسم في الدوري بعد اعلان المواعيد النهائيه في رابطه الانديه. زي ما حضراتكم عارفين كان تم الاعلان، ولكن كان لسه في بعض الجولات لم يتم الاعلان عنها. الجوله ال 28 يوم الجمعة 28 يونيو، الأهلي وفاركو في استاد القاهرة الساعة 7. أما الجولة ال 13 2/1 يوليو طلائع الجيش مع النادي الأهلي في استاد الكلية الحربية. الجولة ال 29 الخميس 4 يوليو الأهلي والداخلية في استاد السلام. دي ماتشات الأهلي اللي جاية كلها. الجولة ال 30 الاثنين 8 يوليو الأهلي وطلائع الجيش في استاد القاهرة. الجولة ال 14 الجمعة 12 يوليو الأهلي وبيراميدز في استاد القاهرة الساعة 7. أما الجولة ال 17 3/18 يوليو مودرن فيوتشر والنادي الأهلي في استاد القاهرة في تمام الساعة 7. الجولة ال 31 الاثنين 22 يوليو البيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 7. أما الجولة ال 18 الجمعة 26 يوليو المصري والأهلي في استاد برج العرب في تمام الساعة 7. الجولة ال 19 الاثنين 29 يوليو الأهلي وسيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة في تمام الساعة 7. الجولة ال 32 الخميس 1 أغسطس الأهلي والبنك الأهلي في استاد القاهرة الساعة 7. الجولة ال 23 الحد 4 أغسطس الأهلي والمقاولين العرب الساعة 7 في استاد القاهرة. الجولة ال 24 الخميس 8 أغسطس سموحة والأهلي في استاد برج العرب الساعة 7. الجولة ال 25 الأهلي وزد يوم 11 أغسطس في استاد القاهرة الساعة 7. الجولة ال 33 الأربع 14 أغسطس إنبي والأهلي في استاد المقاولين العرب الساعة 7. ثم الجولة الأخيرة يوم السبت 17 أغسطس الأهلي ومودرن فيوتشر في استاد القاهرة، ولم يتم تحديد التوقيت. إذن زي ما قلت لحضرتك، هات لي الجدول تاني يا سمير. الجدول ده آخره، هات لي آخره حتى. الجدول ده آخره يوم 17 أغسطس. شوف حضرتك، إحنا النهاردة 25/6 نقول يوم الجمعة أمام حضرتك. الجولة الـ 34 اللي هي السبت 17 أغسطس. يوم الجمعة هيطلع يوم 28. إذا النادي الأهلي من يوم 28/6 لغاية 17 أغسطس هيلعب كل مبارياته. دول 6 مباريات. هات لي الجدول الثاني. خمستاشر مباراة بداية من يوم من الجولة 28 اللي هي مباراة فاركو يوم الجمعة 28 يونيو وحتى 17 أغسطس. عدد مباريات وكم مباريات كبير جدا جدا في وقت قصير جدا جدا. ولكن زي ما قلت لحضرتك دايما، أنه النادي الأهلي عندما يقرر شيء أو عندما يحصل اتفاق، أو تبقى أنا آسف مش اتفاق عشان ما حدش ياخد كلامي على اي طريقه اخرى، لما يكون عندي لائحه محطوطه ورابطه الانديه هي اللي حطت اللائحه دي، انا كنادي اهلي ما عنديش اي مشكله ان انا امشي على اللائحه دي طالما انا وافقت عليها في بدايه السيزون او في بدايه الموسم. هو ده اللي دايما ده اللي انا بقوله لحضراتكم، ان هناك فارق كبير ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. النادي الاهلي بيقرر شيء او بيقر شيء في بداية الموسم، لائحة جات له بيقرها، وبالتالي ما يجيش دلوقتي النادي الأهلي احنا نقول ان هو مضغوط، لأنه الفريق بيلعب كل 3 أيام مباراة.
الفريق بيلعب كل 3 ايام مباراه. ممكن اعمل اسبوع او اسبوعين كده، ولكن ان انا اقعد شهر ونص ولا شهر و20 يوم العب كل 3 ايام مباراه، الموضوع صعب جدا يا جماعه، مش زي ما احنا متخيلين. كره القدم انا بفكر بدماغي عشان العب برجلي. مجموعه اللعيبه دي الله يكون في عونهم، شوفوا بقى لهم كام سنه من مباراه لاخرى، من منتخب طيب اخر مره المنتخب الوطني في التوقف الدولي الاخير اختار كام لاعب من النادي الاهلي؟ ما هم دول اللعيبه بتوعي، ال 12 لعيب دول هم بتوعي، بتوع النادي الاهلي. رجعوا اللي طبعا انا اهم حاجه، ومش انا اللي بقول، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي قال هذا الكلام. مصر اولا وقبل اي حد وقبل اي حاجه. ولكن انا هنا بتكلم على ان اللعيبه دي مش الات. اللعيبه دي محتاجه ان هي تريح، محتاجه ان هي ذهنيا تستريح، محتاجه ان هي ايه اللي بيخليني ارفع الاوفر صح؟ ان انا بيجيلي اشاره من عقلي ان انا اعرف ارفع الاوفر صح. فالاشاره لو ما جاتش هرفعها غلط. وانا كنت برفع اوفرات غلط كتير. فانا اسف انه لو انت ذهنك مش حاضر، ذهنك مش صافي وحاضر، مش هتعرف تلعب كويس. ولو لياقتك مش واقف على رجلك بشكل كويس، لن تستطيع ان انت تكمل شهر ونص كل 3 ايام مباراه. على الرغم من عدد اللاعبين اللي موجودين، وده اللي بيحاول بالمناسبه مارسيل كولر يعمله كل يوم. كل يوم وكل مباراه بيعمل ايه؟ النهارده بيلعب اسلام، بكره بيلعب احمد، بعده بيلعب علي. هيعمل ايه الراجل؟ ما هو لازم يبقى فيه عمليه تدوير لكل اللاعبين. متولي هيلعب الفتره الجايه، هيلعب، انا بقول لحضرتك متولي هيلعب. عمرو السرق هيلعب، كله هيلعب، مفيش حد مش هيلعب. كل الناس هتلعب، حتى الشباب الصغيرين سواء عبد الله او احمد عبدين هتلاقيهم ليهم دور برضه. لانه كل 3 ايام مباراه ماتش، انت هتلعب الجمعه. هات لي الجدول تاني على الجنب. انت هتلعب الجمعه وبعدين هتلعب الثلاث وبعدين الجمعه وبعدين الثلاث وبعدين الجمعه، تقعد كده شهر ونص. هات لي الجدول كده يا سمير تاني. فاللي انا بقوله لحضراتكم اهو، أنا آسف مش التلات، جمعة اتنين خميس اتنين جمعة تلات اتنين جمعة وهكذا، أهو قدام حضرتك. هتبدأ الجمعة فاركو، وبعدين طلائع الجيش الاتنين، يعني حضرتك من الجمعة للخميس 28 1 4 تلات ماتشات في أقل من في أسبوع. في أسبوع تلات ماتشات. هل ده طبيعي؟ يا جماعه اللي انا بقوله اهو قدام حضرتك على الشاشه. تخيل ان المجموعه دي يوم الجمعه عندها ماتش، وبعدين تلعب الماتش يوم الجمعه، يروح البيت ينام، يصحى يجي السبت يعمل يدلك اللعيبه اللي لعبت تدلك وتعمل ويجري خفيف في الملعب ويطلع. الحد يجي يخش معسكر عشان يلعب ماتش الاثنين، يخلص الاثنين يروح بيتهم ينام، يجي الثلاث يدلك، وبعدين يروح يجي الاربع عشان يخش معسكر يلعب ماتش الخميس. انا بقول لحضرتك حاجه بتحصل عمليه. فاللعيبه دي لا تحتاج الا الى المسانده. اللعيبه دي اللعيبه بتوعنا دول لعيبه رجاله، لعيبه ابطال، جيل من اللاعبين الكل. الحقيقه مش هتكلم على واحد ولا اتنين ولا تلاته، ولكن انا بتكلم على كل اللاعبين. جيل محترم، جيل عارف ان وراه 70 80 مليون اهلاوي عايزينهم يكسبوا على طول. اللعيبه دي لازم نقف في ظهرها الفتره اللي جايه. انا بقول لحضرتك تجربه عمليه، كلنا كنا بنعمل كده. الجمعه تلعب الماتش تخلص، السبت تتدلك، الحد تخش معسكر، الاثنين تلعب ماتش. هذه هي حياه المجموعه اللي قدامكم خلال الفتره اللي جايه. فكل اللي مطلوب مننا ان احنا نساند هذه المجموعه التي تستحق المسانده. وعدوا فاوفوا. رحنا انا وكل شويه هفكر حضراتكم بهذا الامر، وكل شويه هقول هذا الكلام. نفتكر مباراه سان داونز اللي اتغلبنا فيها 5-2 في سان داونز. لو تفتكروا هذه المباراه، بعد هذه المباراه حتى الان اللعيبه دي وعدت فاوفت. فهذا الجيل من اللاعبين يستحق مننا ان احنا نفضل واقفين وراه
لآخر مدى. اتبسطنا، فرحونا، بيكسبوا كل حاجة الحمد لله، عملوا كل حاجة في كرة القدم. ولكن على الجانب الآخر بقى، لما نيجي نقول رسالة لهؤلاء اللاعبين، عايزينكم تكسبوا الدوري. احنا ما بنحطش ضغط على حد، ولكن عايزينكم تكسبوا الدوري، تموتوا نفسكم عشان تكسبوا الدوري. ونفتكر اللي حصل معانا من سنتين، الضغطة اللي اتعملت علينا كانت نفس الظروف تقريبا. وصلنا المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، وبعدين رجعنا، كان الزمالك لعب الماتشات كلها، رجعنا احنا وقعنا في ماتشين ثلاثة، الدنيا وقعت مننا. ولكن السنة دي احنا اتعلمنا أو بنتعلم من الدروس السابقة، فلازم نفضل واقفين كلنا كجمهور وإعلام في ظهر لاعبتنا. إن شاء الله يوم الجمعة تكون بداية ل 15 ماتش قادمة، ومش هنزهق ومش هنمل، وهنفضل دايما واقفين في ظهركم، لأنكم فريق وجيل من اللاعبين يستحق كل التحية وكل التقدير. مرة تانية لا تنظروا لكل ما يحدث من تأجيلات بتحصل أو لا قدر الله حاجة كده ولا كده، لكن كل اللي احنا عايزينه من جمهور النادي الأهلي في هذه الفترة المساندة والدعم. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف فيه آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية. ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير. بدأ المارد الأحمر تحضيراته لمواجهته المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري حامل لقبه. أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد آخر أربع جولات من عمر مسابقة الدوري الممتاز، على أن تبدأ منافسات الجولة 28 يوم الخميس المقبل. قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي جمال السلامي مديرا فنيا جديدا لمنتخب بلاده، وسيخلف مواطنه الحسين عموتة الذي فك ارتباطه مع الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتراضي حسب ما أعلن الأخير السبت الماضي، وسيقدم الاتحاد الأردني المدرب الجديد للنشامة رسميا يوم الأربعاء. أعلن الغراف القطري تجديد تعاقده مع مدربه البرتغالي بيدرو مارتينيز حتى صيف 2026، وذكر النادي في بيان له أن مارتينيز الحاصل على جائزة أفضل مدرب في الموسم المنتهي مستمر على رأس الجهاز الفني في المرحلة المقبلة. يمثل الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو رئيس الاتحاد المحلي في بلاده أمام اللجنة التأديبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للاستماع إليه في الاتهامات الموجهة ضده بشأن التلاعب في مباريات دورة الترقي بالدوري المحلي لصالح عدة أندية خلال الفترة الماضية. وتواجد إيتو بالقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، وقدم طلبا برغبته في بث الجلسة التي سينثل فيها للتحقيقات مباشرة لتوضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام في بلاده. كشفت إحصائية صادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا حصد 24 لاعبا العلامة الكاملة في التمريرات الدقيقة في المباريات التي أقيمت من البطولة حتى الآن، وتصدر النجم البرتغالي جواو بالينيا القائمة بمجموع 22 تمريرة متفوقا على إسماعيل بوكسيك نجم تركيا بفارق تمريرة واحدة. حقق جيان لويجي دوناروما حامي عريم منتخب إيطاليا رقما تاريخيا في بطولة يورو 2024 بعد مشاركته أساسيا ضد كرواتيا، وأصبح دوناروما أصغر حارس مرمى في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا يلعب 10 مباريات، حيث يبلغ من العمر 25 عاما و120 يوما. كما أصبح لوكا مودريتش أكبر الهدافين عمرا في تاريخ اليورو بعمر 38 عاما و289 يوما.
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل أحد لاعبيه البارزين عن قلعة سانتياغو برنابيو، وذكر النادي في بيان له أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد، وأن النادي يعرب عن امتنانه ومحبته لناتشو الذي دخل جدرانه وكان عمره 10 سنوات. كشفت تقارير صحفية عن دخول جادون سانشو جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي الكتالوني في تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب سيكون خارج قائمة اليونايتد في ظل استمرار أزمته مع المدير الفني الهولندي إيريك تن هاج. كان سانشو قد عاد للنادي السابق بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي ميلان الإيطالي تسعى لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين المميزين بطلب من البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني الجديد. وبحسب التقارير فإن إنياغو مارتينيز مدافع برشلونة يعد من بين الصفقات المدرجة على قائمة الفريق بهدف تعزيز الخط الخلفي للموسم المقبل. وضع المدافع المخضرم شكودران موستافي نجم منتخب ألمانيا ونادي أرسنال الإنجليزي السابق حدا لمسيرته الكبيرة ليقرر اعتزاله كرة القدم رسمية، ويتولى وظيفة تدريبية جديدة رفت المنتخب الألماني تحت 17 عاما كمدرب مساعد حسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، ليسير على خطى العديد من النجوم السابقين ويبدأ رحلة جديدة في عالم التدريب. كانوا هم ما هديوش، هم كانوا قلقانين لحد ما طبعا لحد النهارده، الكلام ده كان كله امبارح، وكانوا قلقانين جدا ان ممكن يحصل يعني يبقى الجوابات اللي جت والاعتذارات اللي وصلت من الرابطه واتحاد الكوره ونادي الزمالك، لكن برضك الناس كانت قلقانه حب يعني طبعا من يحب النادي الاهلي او من يحب اي نادي في العالم لازم يفضل وراه لغايه اخر الوقت، لكن هناك مكاسب كثيره جدا في هذه المباراه او حتى التي لم تلعب، مباراه الاهلي والزمالك مباراه كبيره لها اسمها، الكل الحقيقه كان ينتظر ان تلعب هذه المباراه، ولكن بعد انسحاب ونادي الزمالك الامور اختلفت تماما، ولكن النادي الاهلي اكبر الفائزين من هذه المباراه. دي حقيقه اسلام، وطول عمر النادي الاهلي مبادئه وسياسته ويعني تواجده على الساحه الرياضيه وقيمته وانجازاته اللي هو بيحققها، ده بياكد ان في منظومه قويه، مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، مجلس ادارته، لجنه الكوره، جهازه الفني، اللاعبين اللي هم بيسطروا تاريخهم الجميل بصراحه، زي ما اتكلمنا كم مره معاك يا اسلام وقلنا ان الجيل ده بيحقق تاريخ يعني صعب يمكن حد يحققه بعد كده. كمان جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي بتعيش الاجواء الجميله مع النادي الاهلي في البطولات والانجازات اللي بتحقق خلال هذه الفتره. لا منظومه اسلام محتاجه يعني حلقات وحلقات عشان نتكلم على اللي احنا وصلنا له، وده بيرجع لتاريخ النادي الاهلي من 1709 1907 اسف الى يومنا هذا، يعني تواصل بشكل كبير جدا في انجازات النادي الاهلي، وكل مجلس اداره بيجي يسلم مجلس اداره الاخر صحيح بهذه الانجازات وبهذه القيم وهذه المبادئ، ويعني ربنا يدينا طول العمر كده ونشوف ان شاء الله احلام النادي الاهلي تكون اكبر من كده، ويعني اذا كان ده بيدل فبيدل النادي الاهلي قوي، والنادي الاهلي يعني كل الحاجات اللي حصلت امبارح، الجواب اللي من رابطه اتحاد الكوره، اعتذار نادي الزمالك، ومع هذا كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا جدا ان احنا يعني خلاص خدنا 3 نقاط والنتيجه 2-0 يتقفل الملف ده ونفكر في الملف اللي جاي اللي هو مباراة فاركو. ولكن قبل ما نروح لمباراة فاركو يا كابتن، عايزين نعرف من وجهة نظرك أهم المكاسب من إلغاء هذه المباراة بالنسبة للنادي الأهلي. أهم المكاسب يا إسلام بيأكد لك إنك أنت فعلا مؤسسة قوية، إنك أنت فعلا مؤسسة يعني بتاخد حقك بعرقك وبإنجازاتك وبمجهودك. عمر النادي الاهلي ما يعني خد حاجه مش بتاعته، بل بالعكس النادي الاهلي طول عمره
موجود على الساحة، بيجاهد بشكل كبير جدا، بيقاتل بشكل كبير جدا لحد ما بيوصل الأهداف بتاعته اللي احنا بنشوفها. بنشوف تماسك مجلس الإدارة وقراراتهم اللي بتطلع في الوقت المناسب في خدمة النادي وفي خدمة الكرة المصرية. طبعا بقيادة الكابتن محمود الخطيب بنشوف الجهاز الفني وتركيزه قبل المباراة. قالت الناس كلها قلقانة وجماهير النادي الأهلي، لا يا جماعة، اللعيبه موجوده في التمرينات، اللعيبه شغاله على شغاله على ان المباراه يوم الثلاث بينها وبين نادي الزمالك لثلاث نقاط تكمله المسيره الايجابيه اللي بيحققها مستر كولر خلال هذه الفتره. صحيح. والثلاث نقاط المكسب اللي احنا بنسعى ليه في خلال المباريات المؤجله او المباريات المنضبطه. طبعا اللعيبه واصرارهم انهم يلعبوا المباراه زي دي، كل اللعيبه كانت جاهزه، ال 30 لعيب كانوا جاهزين لهذه المباراه، حتى المصابين الحمد لله اللي كانوا موجودين رجعوا في حاله جيده. جماهير النادي الاهلي العظيمه ال 15,000 اللي كانوا رايحين المباراه كانوا رايحين على ثقه ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكسب المباراه بثلاث نقاط ويحقق نتيجه ايجابيه ويكمل مشوار بقى المؤجلات اللي احنا بنسعى عليها عشان نوصل للهدف الامثل بالنسبه لنا وهو المكان الطبيعي للنادي الاهلي الاسلام وهو المركز الاول في وجود الجدول الدوري العام. فالنهارده اتحصلت المنافسه بيننا وبين بيراميدز، فافتكر بعد ان شاء الله باذن الله نجاح النادي الاهلي في احراز التفوق من المباراه الاخرى ان شاء الله باذن الله بعد هذه التاجيلات النادي الاهلي يقدر كمان يعدي بيراميدز بنتيجه نقطة واحدة افتكر حاجة زي كده. وهنا بقى سبع ماتشات هو 42 واحنا كنا ساعتها 42 وكان بيراميدز 62 20 مباراة 20 نقطة وليك سبع مباريات لو كسبت السبعة يبقى 21 نقطة. بالظبط، وهو ده الصراع اللي النادي الأهلي طول عمره عايش عليه، يعني المنافسة مع أي حد إسلام، يعني طول عمر النادي الأهلي منافسة مع نادي الزمالك مع الاتحاد مع المصري مع صحيح. جميع الأندية اللي بتشارك في الدوري العام. طيب عندنا مباراة مهمة إن شاء الله يوم الجمعة القادم، بداية مجموعة كبيرة جدا من المباريات خلال المرحلة القادمة. هنبدأ هذه المباريات يوم الجمعة الساعة 7 مع فاركو. شايف أهمية هذه المباراة ازاي في ظل ان فاركو كان ماشي بشكل جيد ولكن لم تكن النتائج جيدة باستثناء آخر مباراة اللي كسبها 1-0 أمام نادي الاتحاد، اديته قوة معنوية كبيرة جدا. يوم الجمعة مباراة بثلاث نقاط، استعدادها كان بعد مباراة الزمالك زي ما قلنا، اتقفل ملف مباراة الزمالك بدأ مباراة فاركو، ودي الحاجة الجميلة اللي بيعملها مستر كولر انه بيستعد لكل مباراة. عنده جهاز فني، عنده محلل اداء طبعا بيعيشه في اجواء المباراه القادمه، عنده لعيبه زي ما احنا شايفين، يمكن سمير جاب لنا لعيبه مركزه بشكل كبير في اداء تدريباتها. كان الاهلي بيلعب نفسه في التمرين. الاهلي كان بيلعب نفسه في التمرين. تقسيمه بقى تقسيمه. طبعا الابتسامه واضحه قوي على يعني لعيبه النادي الاهلي. في الاخر انا ريحت، يعني خدت ثلاث نقط وريحت وبتاع، فيعني افضل. بالظبط، والابتسامه دي مؤشر بتقول للناس ان في ثقه متبادله بين اللعيبه وبين الجهاز وطبعا جماهير النادي الاهلي العظيمه. مستر كولر طبعا هيختار الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها هذه المباراه، هيختار التشكيله الانسب لمباراه فاركو. زي ما احنا شايفين يمكن يا كابتن اسلام في كل مباراه مستر كولر بيغير خمس لعيبه في بدايه التشكيل في بدايه المباراه، وعنده كمان خمس لعيبه كمان موجودين على الدكه بيبداوا يشاركهم في الشوط الثاني. صحيح. وكله ده تدوير وتجهيز لعيبه النادي الاهلي عشان نقدر نوصل للهدف اللي احنا بنسعى ليه وهو بطوله الدوري العام. عايز اقول لك كابتن اسلام، احنا بعض الفرق ودي لاحظناها، بعض الفرق اللي حاولت ان هي تعمل تدوير زي النادي الاهلي ما قدرتش، ما عندهاش الكواليتي وما عندهاش القماشه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. ويمكن اقرب فريق بدا يجرب هذه التجربه الترجي التونسي. صحيح. مباراتين ورا بعض اخفق فيهم بسبب التدوير وعدم لعبه بالفرقه الجاهزه. شفنا بردك بعض الفرق اللي موجوده في الدوري العام، يعني الفرق بردك ليها اسم وليها تاريخ كبير جدا، ما فيش الامكانيات يا كابتن اسلام ان يبقى عندك البديل الكفء الجيد اللي يقدر يساندك في مشوار زي التأجيلات دي كل ثلاث ايام مباراه. فالنهارده الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي عنده الميزه دي، والنادي الاهلي هو الوحيد اللي عنده الميزه دي في حته ممكن يلعب كل يوم، لان النادي الاهلي عنده لعيبه
على اعلى مستوى، عنده 30 لعيب بينافسوا بعض بشكل كبير في كل مكان اكتر من واحد، وده ميزه النادي الاهلي. فعشان كده احنا مش قلقانين على لعبتنا. يعني النادي الاهلي لما طلب انه يلعب النهائي الافريقي، ولو انتم مؤجلات عايزين تلعبونا كل يوم هنلعب كل يوم. فدي ثقه الجهاز وثقه المجلس في الكيان اللي موجود بالنسبه لتشكيله لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده احنا مش قلقانين، بالعكس احنا كل ثلاث ايام نقدر نلعب، ونقدر كمان ان شاء الله نحقق الهدف في الثلاث نقاط، ونصارع برضك ان شاء الله على بطوله الدوري العام. وده كان واضح من المباريات السابقه. يعني احنا في مباراه الداخليه يا كابتن اسلام، اول شوط في ال 30 دقيقه الاولى لعبنا من افضل كره القدم اللي ممكن تشوفها، الباص والتحرك، الجمل التكتيكيه في التلت الهجومي، شفنا جمل جميله جدا اتعملت من المجاميع اللي كانت موجوده على الاطراف في العمق، الباصات، التمرير، ودي اخطر مهاره بقت موجوده، اخطر من المراوغه. فالنهارده كمان بقى عندنا بلي ميكر موجود، قفشه، عندنا عاشور، عندنا امام عاشور، عندنا يعني سمير جاب لنا لقطات من مباراه الاهلي والداخليه، هنتفرج على حاجات جميله جدا اسلام، حاجات من الاطراف اهي، دبل باص، لمسه واحده، بص يا اسلام، جمل تكتيكيه لعبتنا بصراحه ادوها في النص ساعه الاولى من افضل الاشواط اللي لعبها النادي الاهلي في المباراه السابقه. صحيح، التصويبات المتنوعه من خارج ال 18، الكثافه العدديه اللي موجوده داخل جوه ال 18، الجراه من لعيبه النادي الاهلي في احراز الهدف. واحنا قلنا ان اخطر اوقات المباراه النادي الاهلي بيحبها هي الربع ساعه الاولى. صحيح، التصويبات من امام متنوعه، مره باليمين مره بالشمال، الهدف اللي جه، الهدف الاولاني اللي جه اللي فتح لنا الجيم، وبعد كده طبعا دي برضك من ضمن الحاجات اللي فيها الدبل باص. بص، حاجات جميله جدا جدا. وبعدين حاول حسين الشحات ينزلها تحت، امام عاشور، الباص والتحرك وقرب اللعيبه من بعض اسلام، من العمق او من الاطراف، عملت خلخله بشكل كبير جدا في دفعات داخليه. صحيح، محدش عارف يمسك مين. وبعدين الاسيست الجميل، الجون بتاع قفشه، الباص الهاف كروس الجميل، وبعدين كهربا عمل مسانده بصدره، امتصاص جميل. وبعدين خد بالك اسلام، الجول ده كمان في مهاره من قفشه، ان هو وسع لنفسه بترقيصه. صحيح، يعني استلم بترقيصه، رقص اثنين في لعبه واحده، وبعدين تصويبه برجله الشمال عشان يسجل هدف من اجمل الاهداف اللي ممكن تشوفها تكتيكيا من لعيبه النادي الاهلي. الاهلي هيلعب ازاي ان شاء الله يوم مباراه فاركو من وجهه نظرك؟ انا شايف ان التشكيله دي كانت فيها عناصر مهاريه بشكل كبير جدا. يعني من ضمن الحاجات اللي مستر كولر استغلها، ان بقى عندنا اثنين صناع لعب موجودين بدايه المباراه، امام عاشور وقفشه، وده يمكن اللي خلى شكل الكوره وشكل الاداء والتحرك من غير كوره ساعد اللعيبه يبقى في تحرر بشكل كبير جدا في التيت الهجومي. فانا شايف ان يعني كانت تشكيله بتجمع بين القوه والسرعه والمهاره في الثلاث خطوط، وده اللي خلانا نقدر نعمل اللي جاي. بقى اللي جاي هيبقى بنفس النهج، نفس الفكر، لكن برضك هيبقى في تغييرات في بعض الاماكن، لان هو الراجل انا شايف ان كل مباراه بيحاول ان هو يشرك خمس لعيبه من بدايه المباراه، منهم لعيبه عايزه تجهز، منهم لعيبه عندها ثبات وجودها مهمه بشكل كبير جدا. يعني احنا طبعا وسام يمكن نتمنى انه يبقى موجود، عشان جاهز دلوقتي، رؤيه فنيه بقى موجوده او مش موجود دي بتاعت الجهاز الفني. نتمنى انه يبقى موجود، برضك محتاجين وسام في الحته القدمانيه ديت. كهربا بيأديها بشكل جيد، لكن وسام كراس حربه، كراس حربه برضك محتاج انه يبقى موجود، رجله موجوده في الملعب، ياخد ثقه المباريات. صحيح، فوسام برضك قوه ضاربه، محتاجين يبقى موجود من بدايه. اتمنى ان مستر كولر يكون موجود في التشكيله من بدايه المباراه. امام عاشور بدوره المكوكي داخل وسط الملعب، قفشه بالمهارات والتمريرات الجيده، شغل الاطراف من بالجناب، الكروسات العرضيه اللي بتتعمل، التصويبات، لا بقى في نضج بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه. التشكيل اللي ممكن يلعب بيه يا كابتن، هل تجد او هل نجد تغييرات او تغيرات هتحصل كتيره؟
يعني انا 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 شايف الراجل كمان كان عنده مصداقيه استاذ في المؤتمر واتكلم على الشناوي وقال ان انا قعدت مع الشناوي. طبعا الشناوي من حراسنا الكبار الخبرات الموجوده، اتكلم معاه قال له انه انك انت محتاج فتره تلعب وفتره تريح شويه لان انت لسه راجع من اصابه، وده كان كلام منطقي وكلام سليم، ويمكن الشناوي يعني اقتنع بكلام الراجل، وان مصطفى شوبير ياخد برضك بعض المباريات لاجل الجاهزيه اللي كان عليها مصطفى. فانا شايف ان الراجل هيتعامل زي زمان كده اسلام، لما نرجع لثابت واكرامي يعني كان بنفس الادوار، وبعد كده دخل شوبير في المنافسه. فانا شايف ان الراجل هيتعامل مع الشناوي برضك مباراتين ثلاثه وبعدين يبدا يريحه، لان ضغوطات المباراه كل ثلاث ايام يخاف ان الشناوي ممكن يتصاب ومصطفى يقدر يكمل برضك مباراة والتانية وهكذا يبقى بنفس التدوير. فممكن ان احنا بكره نشوف الشناوي في حراسه المرمى. كريم توفيق ناحيه الشمال ادى بشكل كريم جيد. فؤاد كريم فؤاد اسف ادى بشكل جيد جدا. كريم طبعا لعب في المكان ده مع انبي فما فيش خوف عليه، وخصوصا ان سامي قمصان كمان هو يمكن يعني جرى مستر كولر في الجزئيه دي واكد له ان الراجل ده كان بيلعب. سامي له كابتن سامي له دور كبير الحقيقه صراحة في هذا الامر، وهو قال كده كولر. والثقه دي طبعا متبادله بين الراجل وبين سامي طبعا، يعني اكد عليه وفعلا الولد ثبت وجوده بشكل كبير جدا. ياسر وجوده مهم قوي لان ياسر محتاج ياسر ابراهيم يعني ياسر محتاج انه يخش فورمه رياضيه من كان مريح الماتش اللي فات فياسر برضك دوره مهم جدا. محمد عبد المنعم كان مريح ورامي بدا، ممكن بين رامي وبين محمد عبد المنعم. محمد هاني موجود في حته اليمين، افتكر ان عمرو سليه لو هو جاهز ممكن في نص الملعب بيقدر ياخد. مروان عطيه، امام عاشور، يعني هيبقى ممكن يكون في تغيير في نص الملعب. بالنسبه للاطراف هيبقى حسين الشحات، هيبقى رضا سليم. رضا ويمكن وسام يبدا بيه. ده ممكن يكون الشكل اللي يلعب بيه كولر يقدر يبدا بيه المباراه. من واقع رؤيتك الفنيه يا كابتن، ما مدى قوه فاركو؟ بيعتمد على ايه؟ هجوما دفاعا بيوقف؟ هو عنده اللي انا شفته وجهه نظري الشخصيه يعني الفنيه انه عنده التحولات جيده. بص يا اسلام، يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا كمدير فني وهقابل النادي الاهلي في بعض المديرين الفنيين بيبقوا يعني عقلانيين قوي، يعني بيقول لك ايه انا الثلاث نقاط دول ماليش فيهم. يعني صعب قوي مع النادي الاهلي ان انا اقدر اخد الثلاث نقاط في نفس الوقت. كمان انا عايز احافظ على كيان الفريق، عايز احافظ. النهارده النتائج بتمشي المدربين، يعني صحيح. النهارده البلديه لما خسرت الراجل رؤوف من البنك الاهلي اضطر يعتذر، نفس طبعا الكلام بالنسبه لطارق العشري. فساعات بتبقى النتائج الكبيره بتاثر بشكل كبير جدا على المنظومه حقيقي، بتاثر على المدير الفني. فالمدرب الفني العاقل اللي يلعب قدام النادي الاهلي لازم يبقى فيه توازن بشكل كبير جدا، وتقارب الخطوط الثلاثه في ال 30 يارده في الحاله الدفاعيه بتأمنه بشكل كبير جدا من خطورة النادي الأهلي. وبعدين يقدر يعتمد على كونتر أتاك، يقدر يعتمد على كرة ثابتة، يقدر يتعامل مع كرة متحركة. دي هتبقى إمكانيات الفرقة، لكن يبقى جيم مفتوح مع النادي الأهلي صعب. أنا شايف هتبقى فيها صعوبة بشكل كبير جدا، لكن طبعا مع احترامي طبعا للجهاز الفني لفاركو، مع احترامي لأداء اللاعبين، لكن هم بالنسبة لهم بيلعبوا النادي الأهلي نادي القرن، كل الدنيا بتتفرج على مباراة فاركو يوم الجمعة والنادي الأهلي. الدوافع بتبقى عند لعيبة فاركو اسلام بتبقى دوافع عالية جدا. الناس مركزة، يعني زي زمان كنا بنقول بقى التسريحة تبدأ تتعمل ازاي، الشورت تكوي ازاي، الشراب يترفع ازاي، يعني هيبقى فيه جو اللعب ضد النادي الأهلي له وضع طبعًا مختلف طبعا. فيعني نتمنى طبعا ان احنا نشوف مباراة زي الداخلية. الداخلية كان عندها جرأة كبيرة جدا على النادي الأهلي، قدرت انها تجيب جول، والنادي الاهلي طبعا تفوق عليها يمكن في اخر دقائق المباراه في الدقيقه 85. فوضح ان الفرقه الصغيره ممكن يبقى عندها جرأة مع الفرقه الكبيره. نتمنى ان احنا نشوف حاجه زي كده. يعني فاركو هيعتمد على اللعب في وسط الملعب، ثم الاعتماد على التحولات من الدفاع للهجوم. بالظبط يعني بعيدا عن اي مخاطرات. لا صعب، يعني ده انا لو مكان المدير الفني هعمل كده.
يعني انا لو مكانه هعمل كده، يعني طول ما انا ما بيجيش فيها جول، طول ما انا باخد ثقه بدي لعبت ثقه، في حاله احراز النادي الاهلي هدف الامور هتتصعب، الخطوط هتبدا تتفتح، هيبقى في مساحات، النادي الاهلي بيحب المساحات، النادي الاهلي عنده من السرعات صحيح. عنده من الاختراقات، عنده لعيبه مهاريه، عنده لعيبه بتسجل، فهيبقى خطر على فرقه. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن ماهر همام، ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، برضو الاهلي هيطبق خلال الفتره اللي جايه اعتقد سياسه التدوير ما بين اللاعبين. اكيد اكيد يا اسلام 100%، لان عايز اقول ان الثبات كل 3 ايام صعب قوي، يعني ثبات التشكيل في كل 3 ايام صعب، ودي من ضمن الحاجات اللي نجح فيها مستر كولر من خلال استراتيجيه التدوير او التجهيز. الثبات بيحتاج وقت، يعني لو انت عندك مباراه كل اسبوع ممكن يبقى ثبات التشكيل الامثل، لكن صحيح. في التدوير بالظبط والتجهيز انت محتاج تدور كل 30 لعيب ما شاء الله، وكل 30 لعيب جاهزين. فالنهارده ما فيش مشكله عند مستر كولر في اي مكان ولا في اي طريقه ولا في اي استراتيجيه يا اسلام. ف حته ان هو كل تشكيله بيغير فيها 3-4 لعيبه وبعدين عنده 5 لعيبه في الشوط الثاني، دي بصراحه منجحها ومنجحها الفرقه بشكل كبير، وكل الناس رجلها موجوده في الملعب. وده اللي عامل يعني تقل بشكل كبير للنادي الاهلي. صعب ان تلاقي فرقه عندها الاستراتيجيه دي، فعشان كده النادي الاهلي يعني في مكانه بعيده قوي بصراحه، يعني مع احترامي طبعا لكل الانديه اللي موجوده في المنافسه، لكن النادي الاهلي مميز عربيا وافريقيا، وتملي تطلعاته للابعد. النهارده احنا كاس افريقيا وبعدين كاس العالم ان شاء الله باذن الله للانديه صحيح. فكل دي اهداف النادي الاهلي بيسعى عليها، وكمان الجميل اسلام ان تملي النادي الاهلي باصص لسنه قدام، مش باصص تحت رجليه مثلا بعد شهر عامل ايه، لا ده في استراتيجيه موجوده بعد نهايه الدور الاولاني هيعمل ايه، بعد نهايه يناير هيعمل ايه، تجهيزاته للعيبه للمرحله اللي جايه الاعلى في استخدام لعيبه على اعلى مستوى. يعني النادي الاهلي شغال ما شاء الله ما بيريحش، ودي اللي مخليه النادي الاهلي في مكانه تاني. وكل الناس ما شاء الله اذا كانوا لعيبه محليين او لعيبه محترفين خارجيا نفسهم يبقوا موجودين في النادي الاهلي، لان هو النادي الوحيد اللي موجود على الساحه بياخد بطولات، النادي الوحيد اللي على الساحه موجود في انتصارات ومصنف افريقيا وعربيا. فالنادي الاهلي عنده استراتيجيه طويله المدى، وده واضح كمان من مستر كولر من اول ما جه، يعني هو كمان جه بيواكب استراتيجيه النادي الاهلي وفكر النادي الاهلي. هو كمان ما شاء الله في الفتره اللي فاتت دي حقق اكتر من 8 بطولات او 9 بطولات في 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 معدل اقل من سنتين، يعني صحيح. يعني كمان الراجل بيحقق رقم، يعني احنا بنتكلم على مانويل جوزيه وبنتكلم على هدوكوتي ايامنا احنا، فالنهارده الراجل ده ممكن يتخطى الاثنين دول في الانجازات، فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتخلي الراجل يجتهد بشكل كبير جدا. واللي مساعده كمان اسلام ان الراجل شخصيته قويه، وان الراجل في حته علم النفس التربوي مع اللعيبه متعامل معاهم بشكل احترافي جيد. واوضه اللبس الحمد لله رب العالمين يعني فيها انضباط بشكل كبير جدا، كل اللعيبه بتحترم بعض، كل اللعيبه بتحترم الجهاز الفني، كل اللعيبه شايفه جماهيرها بتساندها ازاي، فعايزه تطلع لها احسن حاجه عندها. كابتن ماهر، الفتره الاخيره او المباريات الاخيره اذا كان هناك اخطاء او هناك بالفعل اخطاء بيعملها لعيبه النادي الاهلي، كيف يمكن تفادي هذه الاخطاء في المباريات القادمه؟ هو تملي الاخطاء يمكن في حته التنظيم الدفاعي، وده وارد اسلام، لان انت مش ممكن هتلعب 90 دقيقه محدش بيهاجمك طبعا، لكن هو بس الحته بس اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها، لما يبقى في هجمه او هجمتين عليك لازم يبقى الدنيا مركزه شويه. يعني مثلا لو فاركو عنده فرويد يبقى في حد بيراقبه وحد مغطي وراه، ما يبقاش واحد على واحد. الحاجه الثانيه
احنا الحمد لله اسلام كمان تخطينا من ضياع الفرص. احنا كنا الاول بنضيع فرص كتير قوي، النهارده بقى في تأني وفي تحرك ومن غير كوره، وفي جمل تكتيكيه بتتعمل، والناس ما شاء الله بتأدي بشكل جيد، فالفرص اللي بتيجي بنقدر نستغلها بشكل جيد. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي تحسب للفريق خلال الفتره اللي فاتت. المشاكل الدفاعيه بس عشان كل 3 ايام بيبقى صعب على المدير الفني ان هو يقدر يعمل حاجه ولا حتى نظري؟ لا ممكن نظري مليون في المية أكيد الأخطاء هو بيكتب، الراجل ما شاء الله واقف بيأيد كل حاجة إذا كانت إيجابية أو إذا كانت سلبية. الإيجابية بيحافظ عليها واخد بالك، لكن السلبية أكيد طبعا في التحضير اللي قبل المباراة أكيد بيتكلم على اللعيبة بالنسبة للأخطاء الدفاعية، وبيحاول إن هو يعني يفرجها لهم مرة أو مرتين عشان نقلل من الاخطاء. والحمد لله انا شايف ان الاخطاء الدفاعيه قلت بشكل كبير جدا اسلام بصراحه، يعني بقى في تنسيق بين حراسه المرمى اذا كان الشناوي ومصطفى مع خط ظهره. انا شايف ان يعني الامور الحمد لله يعني قلت بشكل كبير جدا الاخطاء الدفاعيه. ابرز العقبات اللي بتواجه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه للفوز بالدوري العام؟ هي طبعا كل 3 ايام اسلام ضغط، طبعا ضغط رهيب. يعني انت عندك الفريق اللي بينافسك بيراميدز يعني ماشي كويس وبيكسب وبيكسب وده برضك بيحط ضغوطات على لعيبه النادي الاهلي. كل 3 ايام اسلام صعب قوي صراحه، يعني كل 3 ايام انا شايفها، وبعدين كل 3 ايام انت طالب نتيجه وطالب اداء، فصعب جدا انك انت تقدر تحقق الاثنين. يعني في ناس تطلع تقول لك ايه، لا اداء النادي الاهلي النهارده يعني متوسط فنيا او شوط وشوط. يا جماعه صعب جدا ان انا العب كل 3 ايام واحقق الهدف بتاعي 3 نقاط واعمل 90 دقيقه يعني سيمفونيه، فين الكلام ده؟ يعني حتى في الكره الاوروبيه على مستوى الاعلى مننا برضك اهدافهم قريبه مننا، ازاي ياخد ال3 نقاط، ازاي يكسب الاول وبعد كده الاداء يجي. والاداء الحمد لله 4 مين على فترات فعلا بصراحه يعني بنحس فيه تدرج في المستويات، تدرج بصراحه بشكل جيد. وزي ما بقول لك انا استمتعت بمباراه الداخليه في النص ساعه اللي انا كنت في الاستوديو التحليلي وقتها، فشفت يعني ساعه جيده، حاجه جميله لسمير جاب لنا لقطات منها، يعني بصراحة حاجة جميلة. يعني الأهلي 19 مباراة ب 45 نقطة، بيراميدز 25 مباراة 62 نقطة. شايف موقف النادي الأهلي إزاي في المنافسة؟ أنا عن ثقة في الله، ثقة كبيرة جدا، وفي لاعبتنا وجهازنا الفني. إحنا مباراة إسلام، يعني خلينا إيه يعني مركزين زي ما الراجل بيقول، يعني كل مباراة أهو شفت يا إسلام استلام بطريقة 2 حلوة قوي. يعني لما جابها لنا سمير مرة تانية تلاقي قفشة بيستلم بترقيصة، ومش واحد بس، 2 من اللعيبة. وطبعا قرار التصويب في توقيت جميل، ده جون حلو بصراحة، يعني جول من الأجوال الجميلة، يعني في فكر فيه، وفي جملة تكتيكية بصراحة، وفي اسيست، وفي بلغه الكره عدم انانيه، يعني الناس بتلعب بعض بتساعد بعض. بص هاف كروس جميل، وبعدين امتصاص، بص 2 يا اسلام صحيح، تخيل سبحان الله، وبعدين تصويبها بشكل جيد. يعني طيب المنافسه ما بين الاهلي وبيراميدز دلوقتي شايفها ازاي؟ احنا يعني زي ما الراجل بيتكلم، الراجل يعني بصراحه محترم قوي وبيحترم كل الفرق، وقال انا يهمني بس الخصم اللي هقابله. انا دلوقتي يعني مش المنافسه هتيجي ان انا كل مباراه ان شاء الله اكسبها ب3 نقاط لحد ما اوصل اقرب بقى من المنافس. بالنسبه لي احنا لينا مباراتين بيننا وبينهم، بيننا وبين بيراميدز صحيح، مباراتين. فممكن المباراتين دي يكونوا المباراتين الفاصلتين اللي بيننا وبين بيراميدز، اللي هيحقق فيهم المكسب هنقول له مبروك مليون في المية بالنسبة لبطولة الدوري. لكن الراجل طبيعي جدا اسلام، وماشي بخطوات جيدة وخطوات فيها احترافية. خد بالك يا اسلام، يعني مع احترامي للخصم طبعا، صعب جدا هيتحط تحت الضغوطات اللي احنا محطوطين فيها، يعني كل 3 ايام برضك هيبقى صعب عليه طبعا، صعب عليه. زي ما قلت لك هو ما عندوش الاستراتيجية بتاعتنا، ما عندوش الامكانيات بتاعتنا، اذا كانت الفنية او البشرية.
وبعدين خد بالك كمان هو بيفتقد انه ما عندوش جماهير بتسانده او جماهير بتفضل وراه او جماهير بتحفزه، فدي برضك بتفرق بشكل كبير جدا مع الفرق اللي عايزه تاخد بطوله الدوري العام. فانا شايف ان احنا بس نمشي مباراه مباراه، واول ما هنوصل ان شاء الله المباراتين اللي بيننا وبينهم ان شاء الله النادي الاهلي قادر باذن الله يحقق باذن الله الفوز ويحقق البطوله باذن الله. تقييمك لمستوى حراس المرمى، تألق شوبير، عودة الشناوي بعد غياب وإصابة طويلة، تقييمك للاثنين؟ يعني هنتكلم على الشناوي رقم واحد، ان طبعا اصرار دي 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 الخبره بقى، ودي النجوميه، وده الاصرار بعد الاصابه اللي اصابها الشناوي وعودته مره تانية بالسرعه دي، دي حاجه بتحسب للشناوي بصراحه. يعني المنافس مصطفى استغل كمان بحي مصطفى ان استغل فرصه غياب الشناوي وقدر فعلا يثبت نفسه. كرة كده يقدر يثبت نفسه ان هو حارس مرمى واعد، ان حارس مرمى يقدر يعتمد عليه. واحنا بس يمكن بننسى شويه يعني بعض المواردز الوداد اللي النهائي مصطفى شوبير لعبها، دي فيها كل الاختبارات اللي ممكن تتخيلها، ضغوط جماهير، تصنيف، بيلعب مع تيم مصنف تيم قوي، ومع هذا بيثبت وجوده. احنا في المباريات اللي شفناها لمصطفى الفترات اللي فاتت بصراحه اكتر من مبارتين ثلاثة خد نجم المباراة او رجل المباراة، لان فعلا مصطفى قدر في مباريات ومصيرية انه يقدر ينقذ جون هدف وهدفين في اذا كان افريقيا او محليا. فانا شايف ان المنافسة بصراحة بين الخبرة وبين الشباب، وزي ما قلت ان الراجل كمان عادل في حتة التوزيع بين الاثنين، ودي حاجة بصراحة بحيي الراجل عليها، ان ده هياخد وده هياخد. وهنا برضك احنا طبعا سعداء ومبسوطين ان احنا عندنا حارسين يعني يقدروا يامنوا لك افضل من بعض، بالظبط يامنوا لك مرماك بشكل كبير جدا. صحيح، فالاثنين افضل من بعض، نتمنى ان ربنا يحميهم ويبعد عنهم الاصابه ونستمتع بيهم الفترات اللي جايه، لان ليهم دور كبير جدا جدا ان شاء الله في تحقيق بطولات النادي خلال الفتره القادمه. قال الاشراف على الكره خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه، وهو مش الاشراف على الكره بس، ولكن مجلس الاداره بالكامل ودوره الحقيقه في كل العاب الصالات. يعني انت كنت لسه بتكلمني عن اللي بيحصل في العاب الصالات، واللي بيحصل في كره الماء، واللي بيحصل في الهاندبول، واللي بيحصل في بقيه الالعاب، حاجه جميله جدا وحاجه يعني محترفه. اللي انا عرفته كمان ان احفادك الحمد لله والله، يعني من خلال مبارك الجميل ده يا اسلام، طبعا بنحيي كره الميه في الووتر بول في النادي الاهلي، عاملين انجاز كبير جدا، كبير جدا، وخصوصا ان منتخبنا واحتفلوا بيه الكابتن منتخب العالم، مظبوط، كاس العالم، راحوا كاس العالم 2008 وطبعا يوسف بقى حفيدي جايب 5 جوال يعني والله في البطوله، بسم الله ما شاء الله. فمن ضمن بردك اللعيبه اللي اتكلمنا بيلعب ايه بقى يا كابتن؟ هو بيلعب محور قدام حارس المرمى كره الميه، يعني ما لعبتهمش كوره ولا ايه؟ لعب كوره كده شويه، وبعدين هو بقى اللي اختار، هو اللي اختار، هو اللي اختار كره الماء. كره الماء على فكره بقى لهم سنتين عاملين الفريق الاول، الفريق الاول صراحه عاملين طفره كبيره جدا، حاجه جميله جميله. وبعدين كمان عايزين نشكر بقى رئيس القطاع وائل عزت اللي هو المدير الفني للقطاع، صحيح، لان برضك عامل شغل كويس قوي. وطبعا يوسف حفيدي ده كابتن الفرقه وكابتن المنتخب، والله كابتن النادي وكابتن المنتخب 2008. ما فيهاش اولاد العاملين دي؟ لا دي بقى دي انت بتلعب كوره دي دي ما فيهاش عشان ما حدش يقول مش عارف ايه. لا حاجه جميله. وبعدين كمان اسلام عايز اقول لك حاجه، معالي الوزير اشرف صبحي بعت لهم برقيه والله بصراحه. واحنا كنا بنتفرج على الماتشات، الناس كانت بتستغرب، يعني كنا بنتفرج على ماتشات الفترة اللي فاتت، فالناس قالت الناس المجانين دول عمالين يشجعوا وعمالين نقطة في المصيف، وكانوا معايا بقى ابوه وامه واخواته طبعا. فطبعا الناس كانت تستغرب ايه ده، هو في كوره دلوقتي ما فيش بيشجعوا ايه؟ فانا عايز اقول لك ان في حاجتين، انا يعني كره القدم رقم واحد طبعا، انا طبعا بحب كره الميه عشانه حفيده عشان يوسف وعندي اتنين كره يد اخواته بقى علي وعمر، دول برضك هيبقوا نجوم ان شاء الله باذن الله، هنسمع عنهم خلال السنتين ثلاثة الجايين، نجوم النادي الاهلي 2011. لا مفيش حد بيلعب كوره؟ لا الصغيرين بقى بيلعبوا كوره. في كتير يعني لسه في صغيرين بيلعبوا لسه معايا في بلاتين، دول لسه بوضبهم بقى واخد بالك، لكن هم دول بس يعني في كره الميه وفي اليد. كره الميه واليد. ربنا يخليهم لك يا كابتن، ودايما تفضلوا كده تكسبوا. اخر حاجه عايز اسالك عليها بالنسبه للمنتخب الاولمبي، شايف استعدادات المنتخب الاولمبي لاولمبياد القادمه في باريس، شايفها جيده ولا لا من وجهه نظرك؟
احنا طبعا برضك المنتخبات اسلام لسه ما اديتناش اللي احنا عايزينه. مش عارفين بصراحه يعني. يعني الحقيقه يعني حتى ما فيش تغطيه اعلاميه للمنتخب الاولمبي على الرغم ان هو داخل دوره مهمه جدا يعني جدا. مفيش اي حاجه ولا عارفين. والست لعيبه اللي هيبعتوا لهم قال يعني هناخد منهم ثلاثه منهم. يا هل ترى مين هم الثلاثه اللي هناخدهم؟ يعني مين هم اللي ولا محمد يعني صلاح ليفربول رفض، تريزيجيه طرابزون التركي رفض، مصطفى محمد اعتقد. فلسه بقى يعني اتمنى لهم التوفيق يا رب خلال الفتره اللي جايه، لانها يعني دوره الالعاب اولمبياد اولمبياد باريس 2024 هتبقى حاجه. نتمنى لكل البعثه الاولمبيه المصريه التوفيق في هذه البطوله. كابتن ماهر انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا. والف الف مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله، ونبارك بعد كده باذن الله المباراه القادمه، وان شاء الله نبارك تسلسل المباريات القادمه ان شاء الله البطوله 43 ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معنا، شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. بارك ايه كله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ باركوا ايه كله كويس؟ كل سنه وانتم طيبين. ومبروك ثلاثه نقاط جديده تضاف الى رصيد النادي الاهلي في الدوري، ويصبح رصيده من 19 مباراه 45 نقطه. طبعا مبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره واللعيبه الفوز بالتاكيد. يعني اهم حاجه ان احنا اطمنا بالورقه او باللائحه اللي جت امبارح، ان هي الورقه جت كان مطلوب يعني ان احنا يبقى معانا الجواب اللي وصل من رابطه الانديه للنادي الاهلي، ان خلاص يعتبر نادي الزمالك منسحبا، وان النادي الاهلي حصل على النقاط. هو بلغه الكره كده يعني يعتبر نادي الزمالك نوعا ما ريح النادي الاهلي، بدل ما احنا كنا هنخش في مباراه طبعا بيبقى فيها انذارات وبيبقى فيها يعني بيبقى فيها مباراة بتبقى صعبة بالتأكيد. كنا أكيد نتمنى إقامتها، لأن مباراة الأهلي والزمالك طبعا بتبقى تسويقيا بتفرق كتير جدا، ولكن طبعا ده رأي نادي الزمالك ورأيهم وقرارهم ويحترم يعني بالنسبة لهم. إحنا اللي لينا إن إحنا خدنا الثلاث نقط، بنقرب أكتر من بيراميدز، بنزود الضغط عليهم. بس أنا بشوف إن النادي الأهلي بصراحة هو أكتر نادي متضرر من مؤجلات الدوري، أكتر نادي متضرر من جدول الدوري. هرجع أكلمك عن الدوري يا كريم، ولكن أهم المكتسبات اللي قدرنا نكسبها من هذه المباراة أو هذه الثلاثة نقاط بغض النظر عن لعب المباراة. أكيد طبعا راحة اللاعبين. النادي الأهلي بيواجه موسم صعب للغاية من حيث ضغط الأجندة، وتكلمنا على الحتة دي يا كابتن إسلام كتير، وقلنا النادي الأهلي من أكثر الأندية في مصر اللي بتعاني من ضغط الأجندة الخاصة بتاعته. كمان النادي الأهلي أوريدي لو كانت المباراة اتلعبت كان هو مفتقد بعض اللاعبين المهمين زي أسامة أبو علي وعمر كمال بسبب الاصابه، فبالتالي هو هنا يعني بياخد وقت عشان يرجعهم، وكمان ما بيخدش مباراه مهمه. وسام اعتقد هيدخل وهو عنده مشكله. فطبعا اكيد اللعيبه عايزه تشم نفسها، يبقى في برضه فتره راحه للمصابين، ان النادي الاهلي يكتسبهم بشكل افضل خلال الفتره الجايه. برضه الفتره الجايه ما زال فيها ضغط شديد جدا في مباريات. اكيد طبعا طبعا الاقتراب من نادي بيراميدز، وان انت بتوفر على نفسك مباراه. اكيد انا في وجهه نظري نادي بيراميدز زعلانين هم ما كانوش في المباراه دي، كان ممكن برضو تبقى عامل ضغط على النادي الاهلي ان هي ممكن تعمل تعادل او لا قدر الله هزيمه الاهلي، فهم يستفيدوا من هذا الامر برضو. فالنادي الاهلي اكيد استفاد من هذا الامر. لا طبعا في مكاسب عديده للنادي الاهلي من عدم لعب المباراه من الناحيه الفنيه، لكن طبعا اتفق مع ثابت ان الاهلي والزمالك ده عيد كروي في مصر يعني الكره العربيه والعالم العربي وشمال افريقيا، يعني مش عايز اقول حتى العالم كله عشان ما ابقاش ببالغ يعني، بس ماتش الاهلي والزمالك دايما تسويقيا الناس بتستنى، الناس تحب تتفرج عليه، لكن طبعا كل واحد عنده ظروف هو ادرى بيها وهو حر فيها. وانا اعتقد النادي الاهلي دي حاجات كويسه جدا جدا، ويقدر بقى ان شاء الله الفتره الجايه اللعيبه تبقى داخله المباراه الجايه وهي عندها خدت ما يشبه فتره استشفاء كويسه. احمد، وضعيه الجدول الدوري المؤجلات هذا الموسم بصفه عامه؟ بصفة عامة كده أنا شايف أن النادي الأهلي هو أكتر نادي متضرر من جدول الدوري والمؤجلات من كل اللي بيحصل ده. أنا شايف النادي الأهلي هو أكتر نادي. هقول لحضرتك إزاي.
دلوقتي جدول الدوري احنا النادي الاهلي عنده 45 نقطه من 19 مباراه، نادي بيراميدز عنده كام؟ 62 نقطه من 25 مباراه. باعتبار طبعا النادي الاهلي كسب النهارده فيبقى الفرق كام؟ الفرق ما بين النادي الاهلي وبيراميدز 6 مباريات، الفرق كام في عدد النقط؟ 17 نقطه. فانت تخيل ان انت بتقابل منافس او المنافس بتاعك المباشر عمال بيكسب في الماتشات، وان انا عايز اعوض فرق ال 17 نقطه دول فرق الست مباريات. فالنادي الاهلي اكتر نادي محطوط تحت ضغط. ايوه زي ما حصل من سنتين لو تفتكر. فرق كبير جدا في المباريات، يعني بيراميدز بيقرب، بيراميدز 62 نقطه، وانا كنادي اهلي عايز اكسب الست ماتشات دول، يعني كتر المؤجلات وكتر الحاجات اللي حصلت، وطبعا ده كان اضطراري بسبب المشاركه في البطولات الكتير وبسبب، واحنا الكلام ده قلناه من قبل الموسم ما يبدا، يعني احنا هنا صحيح. في قناه الاهلي قلناه من قبل الموسم، قلنا يا جماعه ان الموسم ده هيبقى اصلا صعب ان هو يخلص، ساعتها قلنا في نهايه سبعه، ساعتها قلنا ان في معانا الحاج عامر اعتقد يا كريم صح لو انت فاكر، وانا قلت منتصف سبتمبر، قلت منتصف سبتمبر بس انت غلطان. ليه؟ هو خلص في نص على 9 20 اغسطس. لا بتكلم على نص 9 بتكلم على الحالي مش بتكلم على اللي فات. ما هو الحالي هيخلص نص 8 كم؟ نص 13 اغسطس 17 8 ماشي نستنى ونشوف هيعدي تاني؟ لا هو خلاص الجدول نزل، الجدول نزل ما ياجلش حاجه. لا مش تأجيلات خلاص، مش تأجيلات لإيه؟ بس هيأجل ليه؟ بس انت خلي بال حضرتك ان انت الاهلي هو الاهلي هو اللي اتضر اكتر نادي متضرر. ليه؟ انت دلوقتي انا بقابل يا جماعه المنافس المباشر بتاعي دلوقتي، خلاص المنافسه ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، خلاص المنافسه فرق كام ماتش؟ هو ليه خلاص؟ معلش ما هو ممكن يكون أيوة. اي نادي تاني. لا خلاص ما خلاص المنافسه المباشره ما بين النادي الاهلي وبيراميدز. لا انا يعني مش بتكلم على الزمالك تحديدا، لكن ممكن أيوة. المصري ممكن بعيد الزمالك بعيد. لا بعيد خلاص بعيد. فالفرق ست ماتشات، فالنادي الاهلي انا يعني انا كمنافس ست مباريات ما بين الاهلي وبيراميدز ست ماتشات. عايز تكسب الست ماتشات وبتلعب كل 3 ايام ماتش، مفيش نادي في مصر بيحصل معاك الكلام ده. يعني اكتر نادي متضرر فعلا هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بيقولش حاجه. لو حاجه ثانيه يا سام، ده انت عايز تكسب الماتشات دي عشان تقدر تحافظ على فرق النقاط، عشان فرق النقطه فرق نقطه مع بيراميدز. الموضوع تفضل يعني هو قصد كريم معرفش ان هو انت ما هو ده ضغط ماتشات. يعني حتى لو كسبت الست ماتشات فانت عندك 7-8 ماتشات تسع ماتشات بعديها تانية، وفرق بينك وبين المنافس المباشر بتاعك ده لو كسبت الست واحده. اذا كسبت الست، ما انا بتكلم في كده ان انت كمنافس، غير بقى ان انت ممكن يحصل لك لا قدر الله اصابات انذارات، وده وارد، ده مش يعني ده وارد، هيحصل ايقافات هيحصل اصابات، لان انت بتلعب يعني ده هيحصل كل 3 ايام، كل 3 ايام ماتش. صحيح. فالنادي الاهلي انا بشوف ان هو لو استعرضنا بقى جدول الماتشات المتبقيه كده ونشوف الماتشات، جدول جميل الحقيقه. في حاجه من نقطه برضو نعرض الصوره، ايوه دي دلوقتي النادي الاهلي عنده 45 نقطه من 19 ماتش، نادي بيراميدز برضو عايزين نشوف ماتشاته ايه المتبقيه له والمنافسه هتبقى ازاي. بيراميدز عنده 62 نقطه من 25 ماتش. صحيح. الماتشات المتبقيه لبيراميدز الاول، خلينا نبدا ببيراميدز خلاص. تمام. اول حاجه سموحه يوم 28 يونيو، بعد كده زد يوم 2 يوليو. لا 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 لا، قبل ما تكمل 28 يونيو اول مباراه، اخر مباراه لعبها امتى؟ اخر مباراه لعبها هيلعبها امتى؟ ايه؟ امبارح اللي هو كام؟ اللي هو 24 يعني او 23 مع المقاولين، مع المقاولين ماتش المقاولين، يبقى فرق خمس ايام. تمام. بعد كده 2 يوليو مهم جدا. فرق التوقيت، برافو عليك. يعني بعد كده زد، بس هو عنده 28 سموح، ماشي ما هو 28 اول ماتش سموح. بعد كده زد يوم 2 يوليو بالظبط كده. تمام. بعد كده في 6 ايام ويلعبوا الاتحاد السكندري. أيوة. فرق 6 ايام وبعد كده يلعب، بعد كده 4 ايام ويلعب النادي الاهلي، 4 ايام يوم 12 يوليو. بعد كده 12 يوليو قبل، بس معلش خلينا نقف عند 12 يوليو ماشي. اللي هي مباراه الاهلي وبيراميدز. بص بقى الناحيه الثانيه سعيد، لازم الناحيه الثانيه النادي الاهلي، ما انت هنا بتقارن الاهلي بيراميدز كاثنين منافسين. يبقى بيراميدز هيلعب 4 ماتشات اللي هو 28 يوليو و2 يوليو و8 يوليو و12 يوليو، اخرهم ماتش الاهلي. حلو جدا. في كام يوم؟ من يوم 28 يوليو ليوم 12، يعني يومين و14 يوم، في 14 يوم هيلعب 4 ماتشات. ماشي. تمام. نيجي بقى للنادي الاهلي من 28 برضو هيلعب فاركو يوم 28 يونيو، هيلعب طلائع الجيش. ممكن نجيب جدول ماتشات الاهلي موجوده معانا على السي جي. 28 يوليو مع فاركو، طلائع الجيش 1 يوليو، الداخليه 4 يوليو،
طلائع الجيش 8 يوليو، بيراميدز 12 يوليو، يعني خمس ماتشات. خمس ماتشات في نفس عدد في الايام. نفس عدد الايام. هنا اربع ماتشات في نفس عدد الايام. عدد الايام. بس هو مريح ماتش، بس الميزه عند الاهلي ربما ان الاهلي ريح من الداخليه لفاركو اسبوع بسبب عدم لعب مباراه نادي الزمالك جراء الانسحاب. بس هو ده قبل فاركو. قبل فاركو. احنا هنا بنتكلم من مباراه فاركو القادمه. بيراميدز مريح ماتش. هي الميزه الوحيده في جدول الماتشات ده بس ان الماتشات كلها ما فيهاش سفر للاهلي. أيوة. يعني كلها في مصر. أيوة. كلها في القاهره. صح. يعني استاد القاهره مع فاركو وبعد كده كلها الحربيه. بيراميدز عنده الاتحاد اسكندريه. لا في الاسكندريه. بيراميدز عنده الاتحاد في اسكندريه. بس انت برضو خلي بالك خمس ماتشات. خمس ماتشات مقابل اربع ماتشات. ايوه بالظبط. تمام. تعالى بقى اكمل الجدول. عندك بعد كده البيراميدز هيلاعب النادي الاهلي يوم 22 يوليو. بس عنده يوم 15 الكاس. ماشي. بس هيلاعب المريخ. هيلاعب المريخ. يبقى انت عندك 12 و15 و22 بالظبط. تمام. النادي الاهلي عنده برضو ماتش في الكاس. الالومنيوم. الالومنيوم 19. يوم 19. 19. وعنده مودرن فيوتشر يوم 16 يوليو في الدوري، وبعد كده 19 يوليو. شوف الفرق. وبعد كده 22 مع بيراميدز. ضغط بصراحه جدا. ضغطه كبيره جدا. يعني صعب. بس كده معناها ايه؟ لو احنا برضو بصينا، انت عندك ماتشين النادي الاهلي مع بيراميدز، يعني يوم 22 يوليو هيبقى بيراميدز لعب كام؟ خمس ماتشات على الماتشات اللي عنده اللي هي 25 ماتش. 30. يبقى 30 ماتش. هيبقى باقي له اربع جولات بس. انت بقى هيبقى باقي له منهم جولتين في شهر يوليو وجولتين في اللي هم الختام، هم عاملينهم في نفس الميعاد في اغسطس. فسايبين وقت حلو. ده اعرف حاجه يا كابتن اسلام، ان حسم الدوري ده مش ماتشات كبيره، ده حسم الدوري في الماتشات الصغيره اللي انت عايز ما تخسرش فيها. ده في حاله واحده. نعم. حاله واحده. يعني انت وصلت حاله لو النادي الاهلي وبيراميدز اتعادلوا. ايوه بالظبط. طبعا لا يعني لو النادي الاهلي كسب بيراميدز رايح جاي. صح. بس خلاص. معلش، ما انا ممكن النهارده اخسر بيراميدز 6 نقاط. لكن النهارده لا قدر الله زي ما برده افتكر برده موسم بتاع بيتسو موسمين معاه كنا بنكسب الماتشات الكبيره وكنا بنقع في كام تعادل، فبتلاقي نفسك ان الماتش الكبير ده انا يعني الاهلي كسب الزمالك 5-3 في الموسم ده ما كانش في الدوري. فاهم قصدي؟ فاللي اقصده برضه في اعاده الماتشات ده بيعرفك انك لازم تهتم بكل مباريات بشكل مهم جدا 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 عشان ما يبقاش في اي سقوط في الماتشات الصغيره او الاستهانه بيها يعني. صح. بس يوم 22 يوليو هيكون بنسبه كبيره قدرنا نحط يعني الدوري رايح فين. طبعا. صح. يوم 22 يوليو الجاي. ليه؟ لان هيبقى ماتشين الاهلي وبيراميدز خلصوا. وهيبقى بيراميدز خلص 30 ماتش من 34. والاهلي هيكون ساعتها بقى والاهلي هيكون خلص 1 2 3 4 5 6 7 على ال 19 ماتش اللي عنده، هيكون خلص 26 ماتش. هيبقى لساله 9. لا مش 9، 8. ضغطه كبيره جدا. هيبقى لساله 8 للنادي الاهلي في هذه الظروف الصعبه جدا. جدا. وبعد كده اللعيبه دي اعتقد شهر 9 يعني مش هيستريحوا 10 11. بس معلش، الجدول ده مريح بيراميدز كتير. الجدول ده فارق كبير عن يعني المنافسه. بص حضرتك، النادي الاهلي احنا لعبنا 9 ماتشات في شهر 6. صح؟ في شهر 7 1 2 3 4 5 6 7 8 عندك 8 ماتشات في شهر 7. يعني انت لعبت 9 في شهر 6 و8 في شهر 7. في نقطه برضه تقال احقان الحق، ان هو بسبب برضه ما هو بيراميدز عشان خرج بدري من دوري الابطال. ما انا هنا أيوة. الناس تقول لك ايه؟ يعني انت بتعاقبني عشان انا ما وصلت النهائي؟ لا برضه يعني مفيش حاجه اسمها كده. طبعا هو مالناش علاقه ببيراميدز، لكن انا هنا بتكلم عن الاهلي. ماشي. بس انت كجدول، انت لعبت 9 ماتشات في شهر يوليو، وشهر 7 قلنا كام؟ 8. 8 ماتشات في شهر 7 و9 في شهر 6. يعني 9 ماتشات في شهر 6 و8 ماتشات في شهر كام؟ 7. 7 شهر 8 1 2 3 4 5 6 في 6 ماتشات في شهر 8 اهو لغايه 17. لا مش شهر 8 كله. مش كله 17. لغايه يوم 17 اغسطس. يعني النادي الاهلي لعب 9 ماتشات في شهر 6 و8 ماتشات في شهر 7 و6 ماتشات في 17 يوم. في 17 يوم من شهر 8 اغسطس. فالجدول والله اكتر نادي اتضرر من المؤجلات هو النادي الاهلي. أي بس هو الناس مش متخيله. الناس يا جماعه، هو التاجيلات ديت عشان النادي الاهلي بيلعب في اكتر من بطوله. ايوه بالظبط. يعني مستحيل تشوف فرقه بتلعب كده وانا مضغوط. انا عايز اوصل لبيراميدز، عايز اكسب 6 ماتشات عشان يبقى الفرق نقطه. صح. ده خير بقى ان انت بتقابل تحكيم على ايقافات على يعني النادي الاهلي متضرر من كل ده، ورغم كل ده النادي الاهلي
واقف وصامد، وبصراحه مارسيل كولر محقق نسبه فوز عاليه. وفي نقطه ثانيه برضو، النادي الاهلي لا يخلف اتفاقاته اللي عملها بدايه الموسم، يعني برضو خلينا برضو هو مش لا يخلف، هي مش اتفاقات يعني، بس عشان ما حدش ياخد الكلام لسكه ثانيه، ولكن هي لائحه تامه وكل عارفها الموافقه عليها من قبل النادي الاهلي، وبالتالي هو بيطبقها بدون كلام. بالظبط، يعني يعني النادي الاهلي بيطبقها بدون كلام، ما بتسمعش حد من النادي الاهلي بيتكلم. لكن احنا، انا راجل لعبت كوره وشايف ان اللي بيحصل ده، يعني لعيب الكوره ده بيبقى محتاج في وقت من الاوقات ان هو يستريح طبعا، مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. انا ببقى محتاج ان انا اريح دماغي شويه، محتاج ان انا اريح عضلات رجلي شويه. عضلات رجلي مش هتستريح الا لما دماغي تستريح. صح كده، بس هي فكره، احنا قلنا ان الموسم ده موسم استثنائي عشان لعبنا بقى 100 سنه يا عم كريم، من ساعه ما انا وانا عايز صغير بقول لك كده، انا شعري ابيض احنا يا راجل، ده انا شعري ابيض. السنه الجايه نفس الكلام، السنه الجايه في تاني قالوا هيلعبوا دوري الدوري الافريقي، الدوري الافريقي تاني. يعني موتسيبي قبل كده قال دي اول نسخه والثانيه هنفكر فيها وهنغير وبتاع، قال لك لا هنلعبها بنفس، يعني احنا السنه الجايه في اسبوعين برضه ولا ثلاث اسابيع هنلعب بنفس الشكل، وفي انتر كونتيننتال وفي غير انتر كونتيننتال وفي كاس عالم للانديه، بس طبعا طبعا واضح لا بس ده لسه 25 واضح طبعا من رابطه الانديه ان يقال ان نظام الدوري السنه الجايه هيختلف، مش هيبقى 34 مباراه ودوري من دورين. لا انت بتتكلم بجد؟ هو طب بقول لك ايه يا سمير، لو سمحت لو قدرت تجيب لنا نفس الحلقه دي السنه اللي فاتت هتلاقي نفس الكلام هو وكريم. احنا اللي قلنا، احنا اللي قلنا هم كانوا موافقين، اللي هو نقلل عدد الفرق ولا ايوه احنا قلنا، احنا كنا قلنا نقلل عدد الفرق. لكن ازاي هم، ما هو كابتن كل سنه عم لا 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 المره دي ما فيهاش حل، والله ما فيها حل. السنه الجايه مستحيل، هو ما قدامكش غير طريقين، انك تلعب دور واحد وبعد كده تعمل دوري النخبه زي تونس، او تعمل دوري مجموعتين من البدايه بقى يشوف هما بقى ايه النظام الافضل. لكن دوري من دورين و34 اسبوع مستحيل، مفيش اصلا وقت ولا في اجنده للكلام ده كله. بس هما بعتوا للاتحاد الافريقي قالوا له انه الدوري السنه اللي جايه هما مش هيبقوا موجودين، فهم يبعتوا يقولوا زي ما هما عايزين. والله فقال لك او يعني الاتحاد ده هيكون مشي، ممكن يقعد على الاولمبياد اكيد، الاولمبياد بعد الاولمبياد. فانا قصدي اقول ان هما قالوا ان السنه الجايه الدوري ده هيخلص في نص ست. بسم الله ما شاء الله، الحلاوه دي انت ما تعرفش الخبر ده؟ ده جميل، لا جميل، جالك الخبر؟ جالي طبعا. يعني وكاس العالم الانديه اعتقد نص ست. نعم، كاس العالم الانديه في امريكا نص ست. تردم بقى ده في ده. طب كويس، وربك يسهل ان شاء الله. طيب عايزين بس نعرض مواعيد ماتشات الاهلي، انا لاحظت ان كلها الساعه 7 تقريبا. 7 كلها الساعه 7. والماتشات اللي بره القاهره ايه بقى؟ لو نستعرض بس الجدول على السي جي لو سمحت. هي كده ماتش المصري، نجيب الجدول، هنلاقي ماتش المصري في برج العرب. تمام برضو ماتش سموحه هيبقى في استاد الجيش. اهو بص حضرتك هنا الماتشات كله الساعه 7، وفي ماتش 8 كمان طلائع الجيش. ماتش طلائع الجيش الساعه 8؟ 8 مكتوب 8 ده في الكليه الحربيه. 8 اشمعنى 8؟ مش عارف. تمام، وباقي الماتشات كلها الساعه 7. الماتشات اللي بره القاهره، برج العرب، المصري، 7 كله 7، وفي كذا ماتش في استاد القاهره، يعني ماتش فاركو في استاد القاهره، ماتش طلائع الجيش في استاد القاهره، ماتش بيراميدز في استاد القاهره، مودرن فيوتشر، القاهره كليه حربيه، سلام، قاهره قاهره قاهره، دفاع جوي، برج عرب. هو بس يوم 26 يوليو عشان ماتش المصري في برج العرب. ماتش المصري في برج العرب، بس خلي بال حضرتك الفتره دي هتبقى صعبه، بيراميدز والمصري، هتلاعب بيراميدز في الدفاع الجوي يوم 2، يعني تقريبا كده شهر 7 هنكون ان شاء الله ان شاء الله عرفنا باذن الله النادي الاهلي باذن الله يكون بطل الدوري. ليه؟ لان انت عندك في شهر 7 لغايه نهايه شهر، لغايه يوم 29 كام ماتش؟ من 28، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ماتشات. احنا قلنا 9 ماتشات شهر 6 وشهر 7. 9 ماتشات على 19، يعني انت بتتكلم النادي الاهلي خلاص 28 مباراه، هيبقى 28 مباراه قرب، هيبقى خلاص. ما نشوف، ربنا يسهل ان شاء الله ونشوف هذه الامور. كريم، السيستم الكاف الجديد لتسجيل الانديه ليحق لها اللعب في البطولات الافريقيه. نعم، احنا عايزين نشرح الحته دي للساده المشاهدين عشان هي يعني موضوع جديد وموضوع خطير. وحتى النهارده كنت شايف الاخوه في يعني زمايلنا في تونس الاعلاميين مديني الموضوع ضخامه كبيره جدا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، عشان عندهم الانديه بتاعتهم عندهم مشاكل ماليه، والنهارده جالهم استثناء من الكاف على السيستم لغايه يوم 3 يوليو. هو المفروض يا جماعه الكاف عمل سيستم اسمه سي ال او بي، ده سيستم زي سيستم القيد كده. أيوة. ببساطه الفريق اللي بيتم ترشيحه من الاتحاد المحلي لتمثيل الدوري بتاعه في بطولات الكاف، سواء دوري الابطال، سواء الدوري الافريقي، سواء السوبر الافريقي، سواء الكونفدراليه، لازم يكون معاه ما يسمى بالرخصه.
بتحط النادي بتاعك على السيستم وبتاخد يا اما جرين لايت يا اما ريد لايت. الجرين لايت ان انت تمام. تالي الاهلي النادي الوحيد اللي خد حاجه دلوقتي بالظبط. النادي الاهلي هو النادي الوحيد تم تسجيله على السيستم، لان النادي الاهلي ما عندوش اي يعني متاخرات ماليه، ما عندوش اي قضايا لغايه قبل 31 مارس الماضي. واعتقد برضو يعني النادي الاقرب الثاني للتسجيل هو نادي الزمالك، لان اعتقد حسب ما شفت معظم قضايا نادي الزمالك بعد يوم 31 مارس، فبالتالي اعتقد نادي الزمالك مش هيبقى عنده مشكله في مساله القيد. يعني اعتقد ان انا شفت التواريخ بتاعت القضايا بتاعته هي بعد 31 مارس. فمهم جدا جدا ان احنا نعرف خلاص الموضوع بقى مع الذكاء الاصطناعي. انت ما بتتعاملش مع بشر، مفيش ورق. انت النهارده بتخش على السيستم تحط حاجتك، لو السيستم قال ان عليك متاخرات ماليه فقضايا مثبته او مرفوعه عليك من لاعبين من مدربين من اداريين ايا كان القضايا دي. وحاجه تانية، دوليا او محليا. قبل كده كانت دوليا بس فقط. دلوقتي بقت دوليا او محليا. يعني لو قضيه محليه وحد ليه يعني فلوس يبقى في مشكله. فطبعا لازم النهارده الانديه تفهم ان الكوره بتتحول الى نظام اقتصادي بحت. النهارده كمان الايادي البشريه بتطلع من الموضوع، وبتبقى انت بتتعامل مع السيستم، فبالتالي لازم تبقى الناس كلها مسيستمه ورقها وعامله حسابها بشكل يعني مظبوط، عشان لما تيجي تسجل نفسك وتسجل ناديك على السيستم مش في مشكله. طيب عايزين برضو نوضح حاجه. لنفترض الاتحاد الكره المصري جاي يسجل نادي والسيستم رفضه لان في مشاكل عليه، على طول السيستم هيقول للاتحاد المحلي رشح لي نادي تاني، نادي تاني في مده معينه. والله والله لو ما رشحتش والمده انتهت من عليك يروح للاتحاد التاني اللي بعديك في التصنيف. يعني خلاص المكان بتاعك راح. انت ترشح مثلا نادي اكس، نادي اكس ده مش ما ينفعش ان هو يشارك في دوري الابطال، رشح اللي بعديه برضه بالمعايير بتاعت دوري الابطال، بالمعايير بتاعت الكونفدراليه. فالموضوع فعلا انا اسف يعني ما فيهوش بقى ايه استثناءات كشكوسه، ما فيهوش ان احنا ممكن ناخد لنا كده. لكن بكل امانه هم النهارده للانديه التونسيه ادوهم مهله لغايه 3 يوليو، يعني ادوهم 3 ايام زياده عن الميعاد اللي كان مقرر وهو 30 يوليو بس. طيب ده شرح بسيط لما سيحدث في الفتره القادمه ما يخص سيستم القيد في الاتحاد الافريقي او تسجيل الانديه. ثابت برضو، ايه هو الصراع القادم بالنسبه للنادي الاهلي؟ الصراع القادم بشوف اللي هو الصراع السؤال عجبني. الصراع القادم هيبقى يعني هنفتكر برضو اللي هيبقى هتحصل ازمه، قد يحصل المنتخب الاولمبي. ان المنتخب الاولمبي دلوقتي بيقال ان هو هيعمل معسكر في اسبانيا في الفتره الجايه. حد سامع حاجه عن المنتخب الاولمبي يا جماعه؟ خالص. انا اول مره اشوف بعثه اولمبيه كامله، ما حدش يعرف داخله رايحه كمان يعني 24/7 يوم 24 من 24/7 اول ماتش. كمان شهر ونص. شهر ونص ايه ده كمان؟ خلاص شهر ونص. ما هو عشان كده بقول لحضرتك هتحصل يعني اكيد هيبقى في مؤخرا. بس انا سمعت ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان قاعد في مؤتمر لرعاة البعثة الأولمبية النهارده تحديدا او امبارح حاجه كده، وخبر تريزيجيه النهارده، وخبر تريزيجيه هو ده اللي ممكن هنا. ممكن هنا يعني اكيد 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 المنتخب الأولمبي هياخد لاعبين من النادي الأهلي، واللاعيبه المرشحين حارس مرمى يا مصطفى شوبير يا محمد الشناوي المفضله ما بينهم، وامام عاشور ومحمد عبد المنعم. دول الثلاث لعيبه اللي هم مرشحين من النادي الاهلي. ممكن ياخد اثنين، ممكن ياخد واحد، ممكن ياخد الثلاثه. فهل النادي الاهلي هيبقى هنا هتحصل؟ هل النادي الاهلي هيوافق ان اللعيبه هتروح؟ لسه ما نعرفش. يعني لسه ما نعرفش. فهنا احنا بس بنشاور على الموضوع ده ليه؟ لان احنا لسه بنستعرض جدول الماتشات، وبنتكلم ان اللعيبه قبلها باسبوع او 10 ايام هتروح عشان هتعمل معسكر في اسبانيا، وهيبقى في ماتش ودي عشان هيسافروا باريس اول ماتش يوم 24 يوليو. فانت لو معنى لو حسبناها حتى على اسبوع، اللعيبه دي سافرت قبلها باسبوع، فانت يا دوبك هل موعد ماتش بيراميدز مثلا محطوط الماتشين تحت بعض بحيث ان لعيبه الاهلي تسافر بعد الماتشين دول؟ مش عارف يعني دلوقتي معادين ماتش الاهلي وبيراميدز، يعني مثلا حاطين ان بعد ماتشين الاهلي وبيراميدز ان اللعيبه مثلا يعني دلوقتي النادي الاهلي هيلعب يوم 12 يوليو مع بيراميدز، بعد كده 22 مع بيراميدز الماتشين، وموعد الاولمبياد 24 يوليو.
ده اول ماتش. اول ماتش إيه؟ انت كده تقصد بكلامك ان هم يخلصوا ويسافروا على باريس يروحوا اصلا ولا ينضموا لمعسكر مع المنتخب وينضموا على هناك؟ طب ما كده ويروحوا الميكالي يقولوا له احنا جاهزين لعبنا. طب هل النادي الاهلي هيلعب؟ هو هيلعب ماتش يوم 22 ويسافر يوم 23 من غيره طياره خاصه مثلا؟ هيبقى بطياره خاصه ولا النادي الاهلي هيلعب من غيرهم مثلا مباراه بيراميدز؟ دي يعني انا شايف ان ده هيبقى فيها صراع. النقطه دي هتبقى فيها مشكله في الفتره دي. الكلام ثابت ان برضه عشان نبقى واضحين المحترف الوحيد اللي عنده امكانيه للانضمام للمنتخب الاولمبي هو مصطفى محمد لاعب نانت. ليه؟ ان هو ما عندوش التزامات في الفتره دي. بقيه اللعيبه المحترفين كلهم عندهم التزامات سواء مع الدوري الاوروبي بالظبط تحديدا يعني. فمصطفى محمد هيبقى هو الوحيد المتاح على كلام ثابت. وده انا بقى وفعلا هو كلام صحيح ومنطقي. هيبقى المرشح من النادي الاهلي على اقل تقدير اتنين لعيب. السؤال بقى هو محتاج مين؟ ما انت لو خدت اتنين لعيبه مهمين في النادي الاهلي في وسط ضغط الجدول ده من حق كولر انه يقول لك انا اسف مثلا يعني اسف فعلا انا ما اقدرش استغنى عن امام عاشور في فتره حسم الدوري. والموضوع ده احنا فاتحينه من قبلها بشهر يا كريم. مستحيل نفع ما عنديش بديل يعني ما عنديش بديل في الحته دي. هعمل ايه؟ انت اوكي باصص للحته بتاعتك وانا ببص للحته بتاعتي. حتى والله حراسه المرمى يا سير حراسه المرمى برده ما هو معاه حمزه علاء يعني هيبقى معاه حارسين. ما هو معاه حمزه علاء اصلا وهياخد مثلا معاه مثلا الشناوي او مصطفى شوبير. لا طب بلاش يا سيدي حارس مرمى. راح قال لك مثلا عايز محمد عبد المنعم والنادي الاهلي اصلا في مركز المساك ده احنا كل حلقه بنتكلم عليه. فبرضه ما فيها معضله وتحتاج اهو احنا بنشلها من دلوقتي عشان نقدر نشوف لها. انت عندك نادي النهارده رفض مش نادي انتريزيجيه رفض عشان هيلعب وليفربول مع محمد صلاح. لا احنا نزلنا خبر جه جواب راح جواب طلب ليفربول لاستقدام محمد صلاح في الاولمبياد. ليفربول رفض قال لا ما عندناش لان كمان البطوله بالنسبه لهم طبعا انديه اوروبيه يعني بيقولوا ان بطوله المنتخبات الاولمبيه هي غير يعني ما فيش فيها الزام على الانديه الكبيره في اوروبا. طب ما انت كده عندك محمد صلاح مش جاي. لا تريزيجيه مش جاي. عمر مرموش مصاب حبيبي. طب ما كده هو الوحيد مصطفى محمد خلاص. لو مصطفى محمد اصلا كان قبل كده الاولمبيات اللي قبل كده نادي كان رفض ينضم. لو تفتكر في الاولمبيات اللي قبل كده فكده يعني هو حتى الاقرب ان هو ياخد اتنين لعيبه من النادي الاهلي. فدي هنا بنتكلم طب النادي الاهلي بيبقى عنده. عشان كده برجع واقول لحضرتك النادي الاهلي اكتر نادي اتضرر من مؤجلات الدوري بكل حاجه. انت بتلعب 9 ماتشات في شهر 6 8 ماتشات في شهر 7 6 ماتشات في 15 يوم من شهر 8 عايز تعوض فرق ال 17 نقطة عن بيراميدز وبتلعب كل 3 ايام ماتش. منتخب الاولمبي احتمال ياخد منك لا 2 لعيبة ولا 3 لعيبة ولا لاعب حتى وانت بتنافس على الدوري. فالنادي الاهلي اكتر نادي متعرض للضرر. هرجع واكرر تاني واحنا في عز المنافسة هو اكتر نادي متعرض للضرر من كتر المؤجلات ومن كتر ضغط الماتشات. سؤالين كده على الماشي قبل ما نقفل الحلقة. ازاي نطور منظومة الرياضة في مصر؟ السؤال ده جديد فوست منظومه التحكيم ده بره المنهج ده. كابتن اسلام انا مصشح وجهه نظري الشخصيه بحته. انا كنت من اشد المؤيدين لكلاتنبرج. انا كنت شايف ان تجربه كلاتنبرج ماشيه بطريق واضح وبتتطور وكل امانه. مثلا هدي حاجه بسيطه اهو. عدد الشكاوى ايام كلاتنبرج اقل بكتير من بيريرا. من اللي بنشوفه. بخلاف بقى اي بقى نتكلم في تفاصيل او نتكلم في اي شيء. ايام كلاتنبرج ما كانش فيه هذا الكم من الشكاوى الموجهه لبيريرا. وكمان بكل امانه مستوى التحكيم ايام كلاتنبرج كان افضل بكتير. طيب انا من اشد المعارضين لبيريرا كشخص مش لتجربه رئيس الحكام الاجنبي. انا مع تجربه ان في الوقت الحالي لجنة الحكام تبقى تحت قيادة حكم أجنبي مرموق. بيريرا بصراحة من الناحية الإدارية يعني ضعيف. حضرتك عايز أو مش عايز عودة للتجربة المصرية المصرية؟ هو في حد الساعة؟ لا أنا بتكلم على التجربة المصرية. بتكلم في 3-4 كابتن جمال غندور. نعم كابتن جمال غندور مش ما كابتن جمال غندور خد تجربة قبل كده وبرضه معلش برضه كان بصراحة ثابت. كابتن جمال غندور هم الحكام الكبار في مصر المعتزلين
بكل ما بيتخانقوا مع بعض. كل ما بيحصل صراعات ما بين كل واحد عنده الفريق بتاعه، وكل واحد ده بيعمل ده مشاكل وده بيعمل ده مشاكل. انت مش هتخرج، صح؟ مش هتخرج بره الدايره دي. حتى والله لو كل واحد على مستوى الشخصي اجاد، نتكلم بصراحه، منافسك على الكرسي مش هيسيبك، هيعمل لك مشاكل. ومين اللي بيتضرر في الاخر؟ الانديه والحكام. وزي ما احنا شايفين كده، الاجنبي برضه بيحاربوه. احنا واصلين اهو، الاجنبي ما بيسيبوهوش يا كريم. طيب ما احنا واصلين اهو، حصل مع الراجل اللي هو اللي ثابت. احنا واصلين لدرجه ان مصر اتلعب فيها مباراه، كابتن محمد الحنفي لعب مباراه وهو في مشكله دلوقتي عليه على موضوع الاختبارات. يا ابو سعد واصلين ليه؟ مش لقرار. هو على فكره كابتن محمد الحنفي ما فيش قرار، ما كانش فيه اي خطأ في الماتش، في الماتش بكل امانه. بس احنا بنتكلم ان في مشاكل في الاختبار، زي بالظبط ما نقول له اديك لعيب واقول لك انت تقول لي ايه اللعيب ده عشان يبقى لعيب كوره في النادي الاهلي لازم يفتح السبرنت ده في 30 ثانيه، فهو فتحه في دقيقه ونص. فهو اصلا يعني المبادئ ما اتعملتش. فتاني منظومه التحكيم بكل امانه، كل الانديه اعتقد معظمها اشتكت. فانا نصيحتي يتم توجيه الشكر بنهايه الموسم. شكرا جزيلا والله على الوقت اللي فات ده، وربنا يوفقك. ونبدا من دلوقتي نبحث عن اسم اجنبي شاطر. يا ريت، اتمنى لو عندنا فلوس نجيب كولينا ويكرر لنا التجربه اللي عملها في الدوري السعودي. مش هرد على كريم، مش هرد على يعني عشان ايه لو رديت عليه ليه؟ كولينا وحش. كولينا ايه؟ ده بيبرق للناس في عشان بيبرق بس للناس فبيخوف. طيب وجهه نظرك يا انا اتفق مع كريم ان احنا محتاجين حكم اجنبي يدير منظومه التحكيم في مصر. عايز يعني اسال سؤال كده برضو، احنا مين افضل حكم في مصر السنه دي؟ ساي؟ مفيش. يعني هتلاقي الاختيارات هتلاقي قليله عكس السنين اللي فاتت، كنت الناس تقول لك واحد او اتنين. دلوقتي ممكن امين عمر بس ليه اخطائه، ممكن مش عارف تخش، مفيش. حتى محمود البنا الماتش اللي هو في الدوري ده، محمود البنا ايه ده؟ محمود البنا بيقدم اسوأ مواسمه. ده في موضوع ماتش الدوري الترقي دي حصل فيها مشاكل كبيره جدا. محمود البنا بيقدم اسوأ مواسمه. بما اننا بنتكلم عن التحكيم، هل تقدروا تفسروا لي لماذا ظهر التحكيم المصري في بطوله الامم الافريقيه بهذا الشكل، وبيظهر ما قبل بطوله الامم الافريقيه بشكل مختلف اقل بكتير، وما بعد بطوله ده سؤال حلو اقل بكتير؟ عشان احنا طبعا اي انسان مصري بيتحط تحت ضغط بيشتغل وبيطلع قدراته كويسه جدا. ايه؟ اي انسان مصري. لا انا بسال والله، انا بتكلم بجد والله. اي انسان مصري بيتحط تحت ضغط بيطلع قدراته بشكل كويس. هو مش محطوط. طب هنا اسوء الضغط. لا هنا ضغط يعني هناك. لا هو هناك عايز يبان في كاس الامم الافريقيه بشكل كويس. يعني الحكم هنا مش عايز يبان بشكل كويس. لا هناك برضو محطوط الاضواء عليه، الاضاءه عليه. هنا مفيش عداله في توزيع الماتشات على الحكام، وده السبب الاساسي. في حكام بتلاقيها واخده 6 و9 ماتشات، وحكام واخده ماتش وماتشين، حكام بتلاقيها قاعده على الفار، وحكام ما تلاقيهاش قاعده على الفار. هنا مفيش عداله في الحكام في توزيع المباريات، مفيش عداله في الثواب والعقاب. النهارده حكم ممكن تلاقيه اخطا بعدوه عن الماتشات فجاه، حكم تلاقيه اخطا تاني تلاقيه ما بعدوش. تقصد الاداره؟ الاداره. هنا منظومه التحكيم في مصر اللي بيدير عكس الحكام. قبل كده لما كنا بنشوف كنت بتلاقي ثواب وعقاب. قبل كده في السنه اللي فاتت كنت تلاقي ثواب الحكم ده لما مثلا يغلط كان يبعدوه مثلا 3-4 ماتشات، بعد كده يرجع ياخد تاني عشان حتى يحصل له ريفريش، يعني يستعيد لياقته تاني يشوف اخطاه ايه. لكن هنا دلوقتي تلاقي حكم بيغلط بيتعاقب، حكم بيغلط مش بيتعاقب. فالحكام بيبدا يحصل من بعض، اكيد بيحصل من جواهم زعل وغيره وحاجات زي كده. فانت لازم، انا شايف ان المنظومه نفسها او الرئيس نفسه، انا بريرا من ساعه ما جه مش شايف لي اي دور بريرا ده، ولا ليه اي دور في لجنه التحكيم. هناك كانوا بينفذوا القانون، هنا بينفذوا روح البروتوكول. بص كده استني، انا اعتقد في يعني امرين هم دول يعني اللي جم على بالي جدا واشوف ان هم فعلا بيأثروا. واحد، هل المقابل المادي الضعيف في مباريات الدوري المصري ما بتخليش الحكم عنده الحماس وعنده اللي هو ايه حب الشغل زي ما بيروح بره وبيقدم نفسه بشكل افضل بكتير وبيهتم باصغر واقل القرارات عشان يبان هو كويس؟ ربما دي اعتقد كلها تاثير. وهستعير كلمه الكابتن سمير عثمان اللي قالها كتير بصراحه، ودي كلمه خطيره قالها لبعض الحكام دون ذكر اسماء، يعني لما قال حب نفسك. حب نفسك. فحب نفسك دي تخليك انت برضو كمتابع ان هنا واضح ان الكابتن سمير عثمان طبعا خبره كبيره
في التحكيم المصري وكل الحكام اعتقد هو هيعرفهم على المستوى الشخصي. ربما يكون في بعض يعني الحكام اللي لما بيجوا ياخدوا قرار معين في بعض الامور ما بتبقاش منضبطه، وبرضه امانه الحكام مع بعض. لا حتى المساواه في الظلم عادل يعني. لا وحاجه ثانيه كابتن اسلام معلش انا اسف بس دي مهمه، في بعض المباريات شفنا ان حكم الفار انا اسف والله اسف ساعات بيدبس حكم الساحه في حاجه بسبب ان البروتوكول بيقول له ان حكم الفار طالما قال لك تسمع كلام ما ترجعوش، ده نظام التحكيم. فللاسف بكل امانه ده اعتقد ربما يفسر لحضرتك سؤال، ان سؤالك جميل سؤالك حلو جدا، وبره وهم بينطقوا الحكام هم عارفين مين اللي بيشتغل يعني شغالين كويس وبيدوهم ريت كويس، بس برضه في بعض الاحيان بصراحه في بعض مباريات دوري ابطال افريقيا يا ثابت حصل بعض المشاكل من بعض الحكام المصريين، اقولها بكل امان حصل في الانديه. انا بتكلم على الامم الافريقيه. لا هو ممكن يكون هناك برضه عشان عارف ان هو هناك هيبقى فيه ثواب وعقاب، هناك لما بيشتغل كويس بياخد ماتشات بعد كده في دور الثمانيه في دور نص النهائي، ما حصل مع الحكم محمود عاشور وحكم نهائي فكان على الفار في النهائي، لكن هنا الحكم محمود عاشور مش موجود اصلا. المقابل المادي هناك كبير. هناك كبير بالدولار وهنا كبير بالمصر. كبير هو الفرق بالدولار. هو هنا بياخد 100 جنيه وهناك بياخد 100 دولار. طبعا يعني انا بقول هناك بالدولار فعلا وهنا بالمصري، يعني حتى لو هناك حتى لو ادوا له ايه دولار نفس الرقم يعني؟ لا مش نفس الرقم. لا بس النقطة مهمة والله يا كابتن اسلام برضه، النقطة الأهلي ثابت فعلا بجد والله. هو بيريرا عمل ايه للحكام؟ يعني والله والله كلاتنبرج فعلا تعب. كلاتنبرج فعلا قدم لنا كلاتنبرج كان بيعمل ثواب وعقاب. لا لا يكفي كلاتنبرج الفيديو اللي كان بيعمله جميل. لا وكان بيقول الحكم ده غلط ويبعده ماتشين ثلاثه، معروف بتبقى عارف ان الحكم ده طالما غلط ليه. لا أنا نفسي كان شخص عادل جدا. لا انا نفسي اعرف ليه. لا يعني ليه ما بيحصلش كده؟ ليه ما بنشوفش كده من بريرا؟ هل دي مدرسه ثانيه؟ بس دي مدرسه ليست جيده، بالعكس احنا يعني طالما شفنا كويس. طب ما طلع من قيمه يومين. طب ده ليه؟ بس هو عملها، بس عملها لما اتسال يعني، عملها مع احد اعتقد المواقع الرياضيه انه عقب على الحالات التحكيميه في ماتش الزمالك والمصري وقال رايه، قال هو وجهه نظره. طب اوريدي ما انت بتقول كده، طب ما اعمل نفس كمان اعمل الفيديو ده لو عملته ده هيريح اولا انت، هيخليك انت وانت قاعد بتتفرج تبقى عارف ان من الممكن جدا ان الحكم ده يبقى اخطا، وبالتالي انت السنه او الماتش اللي بعده تبقى الدنيا بالنسبه لك شايف كلاعب يعني شايف ان ممكن جدا الحكم ده يبقى اتعاقب فهيبقى كويس بعد كده. بس هو برضه الامانه برضه في النقطه مش عايزين نعديها ان كلاتنبرج كاسم حكم ايام ما كان حكم ساحه حكم كبير طبعا. انا عمري ما سمعت عن بريرا بصراحه. مين بريرا بصراحه؟ انا اسف يعني هو كحكم بس ما تقوليش كلينا. نعم؟ ما تقوليش كلينا. لا كلينا ما كلينا كلينا لو جه حد يختلف مع كلينا. لا 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 ما حدش يعرف يختلف. انت مش هتعرف تجيبه ازازه. طب ليه يمكن؟ لا يمكن ازاي يعني؟ ما يعني انت عارف الرقم هناك كام؟ مش عارف انا ده تحديدا عارفه بقى. بجد؟ كام؟ لا ما انا مش هقول كام. ليه؟ لانه صعب. يبقى انفراد لقاء. يبقى صعب. اكتر من كام؟ من ايه؟ قال لك من ايه؟ لا اكتر من اللي بريرا بياخده خمس ست اضعاف. بس هو بامانه فاستحاله. انا بصراحه يعني بريرا احنا عمرنا ما سمعنا عنه يعني في دوري الابطال، عمرنا ما سمعنا عنه. بس يعني هقول لك حاجه كريم برضو. نعم. هو الاسم مش شرط يعني، ممكن واحد مش اسم ويشتغل ويبقى كويس. طب يعني اهو اشتغل سنه شوف بس ساعات تجيبها. ما انا بتكلم في كده اهو. عمل بس انا بكلمك ان مش شرط تجيب واحد حكم اسم ويبقى كويس. لا مش تمام. يعني مش جزء اسم بس انت صح. انت بتحكم كأدائه صح. لك هو ما قدمش حاجه. احنا هنقعد نصبر سنه كمان؟ احنا بقى لنا 100 سنه صابرين ان هي تيجي على دي. طيب فنيا النادي الاهلي شايفه ازاي المرحله القادمه؟ شايفها ازاي مع بريرا مع كولر؟ فظيع كولر بيأثر على كل حاجه. بس هو خلي بالك هو الحكم في النهايه هو المؤثر في كل شيء. صحيح والله. تقول كولر تقول جوميز تقول كريم تقول ثابت هي في الاخر صح. طيب كولر وتاثيره بقى على الفريق خلال المرحله القادمه من الناحيه الفنيه والتشكيل هيبقى فيه تغيرات كتيره ولا لا؟ احنا شايفين الفتره دي الحمد لله ان احنا خدنا راحه. عبد المنعم ومروان عطيه ريحوا الماتش اللي فات كده مريحين ماتشين يعتبر. يعني مفيش عذر بقى للاداء. عايزين الاداء بصراحه. الاداء في المباريات الاخيره ما كانش احسن حاجه بمنتهى الصراحه. اداء لعيبه النادي الاهلي لا محتاج يكون افضل من كده. بحس ان نوعا ما الدوافع يا جماعه، انا بوجه رساله هنا للعيبه، لازم الدوافع تكون اعلى من كده. مش عشان انا حققت افريقيا الدوافع عندي تقل. جمهور الاهلي بينسى خلاص. جمهور الاهلي بينسى كل حاجه وتفكيره كله في الدوري. فانا لازم الدوافع بتاعت اللعيبه في الفتره دي تزيد، خاصه ان انت النهارده اهو
الزمالك انسحب وخدت الثلاث نقط وبقى رصيدك 45 نقطة، فقربت من المنافسة أكتر، فمفيش أعذار. لازم اللعيبة يكون الدوافع أهم رسالة ليهم، إن الدافع النفسي والرغبة في الحصول على الدوري عايزة تبقى أعلى من كده في الفترة دي، مهمة جدا. دي أول حاجة. الحاجة التانية، أنا عندي سكواد في النادي الأهلي كويس جدا جدا. ليه؟ بس خلي بالك بس قبل ما تكمل، اللعيبة دي بتعاني من ضغط كبير. سيبك من الأسبوع، الأسبوع ده لا يثمن ولا يغني من جوع. أنت بقالك شوف قد ايه، بقالك كام سنه وكم ماتش وكم. ايوه بس انا عايز اخد الدوري. ماشي، انا عايز أنا كنادي اهلي، كنادي اهلي عشان بس انا ايه لازم تحط الكلمه ايوه تمام جنبها الكلمه المظبوطه. بس انا شايف ان الاداء في المباريات الاخيره محتاج يتحسن عن كده. يتحسن كأداء. طبعا طبعا كاداء طبعاً. ادائنا في الماتشات الاخيره لا احنا عندنا احسن من كده كلعيبه. صح، ده اللي دي الرساله اللي بوجهها ليهم. انت عندك في حراسه المرمى الاولمبيات، منتخب مصر الاولمبي عايز الحارسين، عندك شوبير والشناوي، ده يلعب ماتش ده ماتش مطمنين في مركز حراسه المرمى ما شاء الله يعني. عندك في المدافعين عبد المنعم وياسر وربيعه ومتولي، القايمه ممكن هو خلاص بقى بيريح ده وريح عبد المنعم في الماتش الاخير وادى لياسر وربيعه، فنوعا ما برضو مطمئنين جدا. ناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني، محمد هاني رجع وعمر بيلعب ناحيه الشمال، لان ممكن في بعض الماتشات الجايه هو كريم فؤاد كان مسكن. كريم فؤاد لعيب هايل بس كان مسكن في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، ممكن في بعض المباريات تحتاج عمر كمال اكتر لانه هجوميا ودفاعيا عنده التوازن وبيهاجم افضل كمان، فممكن تدي لعمر كمال عبد الواحد وواحد زي كريم الدبيس يعني. كان في ان شاء الله كريم الدبيس برضو ياخد، وعايزه ان هو ان شاء الله يكون عنده، ممكن الفرصه تجيلك حتى لو وقت قليل لازم تتمسك بيها، واحد زي كريم الدبيس. فانت عندك في المركز ده طبعا في ظل غياب معلول عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، كريم الدبيس. في وسط الملعب في مروان عطيه، في اكرم توفيق. اكرم توفيق ما شاء الله واخد رجله المباراه في الماتشين الاخر، هايل بصراحه. ومروان عطيه وامام عاشور معاهم مين؟ معاهم قفشه ماشي بشكل كويس، ومعاهم عمرو السوليه اللي رجع وسجل الهدف في المباراه الاخيره واخد الثقه. فانت عندك في الحته دي كل ده هيكون لهم دور، لهم دور، وعندك روتيشن تقدر تعمل تدوير في المكان ده بشكل كويس. طيب. اللي قدام بقى عندك حسين الشحات، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، قدام في عوده وسام ابو علي مع كهربا، ممكن كهربا برضو توظفه في اكتر من مكان. بيرستاو هيكون رجع ان شاء الله، وبيرستاو يبقى رجع، واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر طبعا. كريم، انا اشوف طبعا اكيد النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي على مر المواسم الحاسمه في وجهه نظر الاداء بيبدا يتصاعد تدريجيا لغايه لما نوصل لغايه المباريات المهمه. اعتقد برضو نقطه مهمه جدا هنا في وجهه نظر، يعني ثبات التشكيل في المباريات القادمه هيبقى عامل مهم. ان انت في بعض المباريات مثلا ماتش بيراميدز هتلعب الماتشين اعتقد في اقل من يوم 12 يوم 22 10 ايام، فانت محتاج ان انت تبقى رؤيتك الفنيه للماتشين دول يبقى فيهم تثبيت في بعض المراكز. ما اقدرش اعمل روتيشن في وجهه نظر الشخصيه. بس ثبات التشكيل يا كريم وانت بتلعب كل 3 ايام ماتش؟ لا هو في 10 ايام دول ماتشين بيراميدز. مش بتكلم يعني عايز تعمل روتيشن في الماتشات تبقى انت شايف وجهه نظرك، مثلا زي ماتش الداخليه انت وجهه نظرك للمباراه. بس برضه انا المباراه صعبت، ان الفرق اللي هي بتبقى تسعى للهرب من الهبوط بتبقى عندها روح اكتر من الفرق الثانيه، حماس فظيع. 90 دقيقه جري، ماتش صعب. خلي بالك الماتشات دي لما تجيب جون في الثاني الماتشات دي بتخلص بالظبط من الاول، من الاول بدري بالظبط. ولكن انا بشوف ماتشين بيراميدز هم الماتشين الحاسمين، اعتقد محتاجين يبقى الرؤيه ليهم تبقى لحد ما طبعا يعني فيها ثبات للتشكيل. وانا دايما حتى من التسعينات دايما مؤمن تماما النادي الاهلي وعقليه النادي الاهلي، الاول ما بتبدا تخش في طور المنافسه تبدا اللعيبه نفسها بيبدا تركيزها، يعني بالظبط زي ما بنقول في دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي في دور المجموعات حاجه وفي النوك اوت حاجه ثانيه. نعتبر نفسنا في النوك اوت بالظبط دلوقتي، لان النوك اوت الدوري المحلي، النوك اوت الدوري المحلي لانها فتره صعبه جدا جدا. وزي ما قلنا لحضراتكم في خلال شهر ونص تقريبا 45 او 48 يوم عندك 15 او 16 مباراه. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، بدايتهم يوم 28 يونيو الى بقى يوم 17 اغسطس، عدد كبير جدا من المباريات. هؤلاء اللاعبين يستحقوا المسانده، يستحقوا الدعم، لانهم الحقيقه عملوا شيء جميل جدا خلال الفتره اللي فاتت، ويستحقوا مننا كل حاجه وكل مسانده وكل دعم. ولكن رسالتنا بقى للاعبين بتبقى ايه؟
عايزين ناخد الدوري ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يا شكرا يا كابتن اسلام وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.